عسلامتكم، مرحبا بكم ناس كل في الصحة والناس في حصة جديدة من الصحة والناس. وكل ما نجي ونجيبوا معنا جديد نجاوبوا على برشا أسئلة أنتم تطرحوها علينا، سواء كان على الباج متاعنا على الفيسبوك الصحة والناس، ولا حتى كي ترونا حتى كي نتلقاو في الشارع في كل بلاصة. نفرح ياسر اللي احنا قاعدين نقدموا في الإضافة لوصفتنا تعجبكم، اللي لي منو متاعنا زادا كيف كيف قاعدين يلقاو في إقبال كبير ياسر من عند الناس، سورتو لي أون ريجيم. إنما ماذا بيا مش لي أون ريجيم برك، حتى اللي عنده شوية هكا السكر الدم مش معدل كذا، راهم لي غوسيت نعطيو فيهم مع الشيف أنيس برزوقة صحيين 100%. دونك شكر كبير برشا للناس اللي قاعدة تبع فينا في الصحة والناس، وشكر كبير برشا لكلينيك كارتاجين على الاسباس الحلو المزيان هذايا والفيردور والحاجات الحلوه اللي قاعدين نشوف فيها، وعلى شيف انيس بن رزوقه وعلى كل حاجه حلوه. اليوم شو عندنا في الصحه والناس؟ اليوم مش نحكيو على جمعيه وان داي وان دريم، جمعيه قاعده تنشط برشا. اليوم باش نعطيو زوز مفاجات حلوه باش زاده حتى الناس اللي تحب تعاون وتحب تكون تخلي بصمتها في فعل الخير تنجم تمد يدها للجمعيه هذيا ولغيرها من الجمعيات اللي قاعده تخدم على القطاع الصحي. اليوم نحكيو على تقليع ضروس العقل اللي هما يقلقوا ماليهم برش، واللي هما زاده من اكثر عمليات اللي موجوده واللي دارجه. حكينا على سليف وحكينا على تصحيح النظر بالليزر، لكن زاده التقليع ضروس العقل وقتاش لازمني نقلع وقتاش تولي اجباري نقلع، شكون الناس اللي حتى لو كانوا يبداو متقلقين الطبيب ما ينجمش يقلع لهم، من عمر نبداو نقلعوا ضروس العقل؟ برشا اسئله جاوبنا عليها الدكتور صفوان موسى. نحكيو اليوم على مرض اسمه جرثومه في الامعاء، هذايا قاعد متداول زاده ومنتشر بصفه كبيره ياسر. ساعات الانسان ما يفيقش به، الاعراض نتاعو تتشابه مع برشا اعراض. هل هو من الامراض الخطيره؟ هل هو من الامراض اللي تداوى معناها بسهوله؟ فيها دواء ولا فيها نظام غذائي؟ هذا ان شاء الله باش نشوفوه مع دكتوره لميا قلال رئيسه قسم بمستشفى محمود الماتري. دكتوره ايمان بن سوسيه باش تحكي لنا على الحمرة اللي هي من الامراض اللي تقلق ياسر، ونوتريسيونيست باش تعطي منافع نتاع كل ما باش نطيبوه اليوم. والشيف اليوم اختار باش يطيب كل شيء اباز دورانج، معناها البرتقال معناها هو اللي مخلي بصمه كبيره اليوم معنا. تفاصيل انا نحبوا ياسر برتقال، بنين ياسر بالحق، اما اليوم باش ناخذوا معجون البرتقال وجو البرتقال وسلطه. انا قلت للشيف ما نجمش نقدمها، لو نقدمها قلبي يوجعني. قدمها انت. دونك شيف انيس برزوقه بعد شويه يعطينا منو كامل شامل فيه كل شيء. سينو نحب نقول مرحبا ساعه ليك دره قرا علي الملهي، نورتنا برشا. يعيشك يا ريم. انت رئيسه جمعيه وان داي وان دريم. اي انا تو باش نحكي معاك بصفه انه بصفتي كمقدمه البرنامج بطبيعه، لكن بصفتي اني تبعت هالمولود الصغير هذا من اللي هو بدا يكبر حتى لين ولا اليوم. لكن فيتوس تبعته بالضبط لين اليوم، ولا معناها عنده دور فعال. عملت برشا اضافه في سبيطار الرابطه. سبيطار القلب نتاع قسم قلب الاطفال بالرابطه. قسم قلب الاطفال بالرابطه. انا فيسع فيسع باش نجي على الحكايه من الاول دره. اي كيفاش بديت؟ بديت حلمه؟ بديت حلمه وهي بشوية بشوية حتى ولات حلمه كبيره وبدات تتحقق. كي حلمت من الاول وين قلت نوصل ماكسيموم؟ انا دره الملهوي نجم نوصل. انا كي حلمت من الاول قلت باش نحسن الوضع في السبيطار، ما كنتش نسخير روحي باش نوصل اون سي بو دو تان باش نعمل اللي عملته توا. كنت تنجم تخدم على اي مجال اخر، علاش خدمت على الطب على السبيطارات؟ سبيطارات على خاطر اول حاجه انا عايشه، انا ما سوغ لي ميدسان دونك عايشه، وجي بلان دو كوزان كي سون ميدسان دونك عايشه في مع الطب واصحابي طب، وحكايتنا ديما على المشاكل اللي صايره في السبيطارات. دونك سا كومونسي دخلت السبيطار، دخلت القسم امراض القلب للاطفال في سبيطار الرابطه. شو لقيت كي دخلت؟ لقيت برشا حاجات لازمها تتبدل. رقيت الاطار الطبي ماذا بيه كوسوسوا الطبي ولا والفريملا والناس الكل مستحقه برشا حاجات. رقيتهم يحبوا يبدلوا الوضع مما همش خالطين، وبدينا نعاونوا فيهم بشويه بشويه. اول كلمه من وليد صغير قعدت في قلبك وعملت لك كالقليب وقلت نفرحوا نفرحوا، خاطر الناس اللي ما تعرفش جمعيه وان داي وان دريم هي ما بدات جمعيه، راهي هي بدات باج
فيسبوك انستغرام وبداوا الناس تبعث هذا حلمته أنه يخرج يعمل عمره، هذا حلمته أنه يبرى، هذا حلمته أنه يشري دار. دونك هي بدأت تحاول بعلاقاتها أنها تحقق الأحلام هذه على قدر المستطاع، لين جات حكاية قسم الأطفال بالرابطة وقفت غادي. أنت قفت غادي هو راهي ما جاتش بغازاغ، هي هي ديجا انا كنت بينيفول عندي قديش وحنا بينيفول في السبيطار، مي ما كناش في تونس. كي رجعنا لتونس حسينا اللي الاوضاع بدات فوالا. انت كنت عايشه خارج تونس exactly. دونك تعاون من برا exactly. ومن بعد كي روحت لتونس وليت نرافق الصغيرات ولا وليداتي، فهمت، وليت نحس ماذا بيا نعمل لهم برشا حاجات، ماذا بيا نحسن الوضع نتاعهم، ماذا بيا. ثم صغار عايشه في السبيطار يا ريم راه. دونك شكون الصغير اللي عمل لك القليب هذايا وقلت خليل؟ خليل. خليل اش قال لك خليل؟ خليل انا جو لو كونسيدير كيما ولدي. خليل هو يحب يعمل عمليه لبرا وعلى القلب، اي عايش بربع قلب. وخليل نحبه برشا، وهو اللي قال لي ديما يقول لي يا تتا هذه داري ونحب داري تولي احسن دار. قال لك هذه داري خاطر هو يعيش غادي. اكزاكتومون ماشي جايين راه ماشي جايين على السبيطار. يقعد غادي بالشهر خليل. اي مش وحده مش وحده مش وحده يقعد. دونك امشي في مرحله اولى قلت باش نبدل الساعه لبيوت. لبيوت اكزاكتومون. شنو عملت دره؟ شرينا عاونوني برشا عبيد، لازم لينا نشكرهم على خاطر وقفوا معايا برشا عبيد. بدينا باللي ماتلا ومن بعد لي ريدو، ومن بعد بنينا بدلنا سانيتير، ومن بعد بنينا لي تواليت، بنينا لي دوش، ومن بعد بشويه بشويه بدينا نشرو في لي زاباري. زاد شرينا ريفريجيراتور، شرينا ميكرووند، ستيريلاتور دو ستيريليزاتور دو بيبران، لي كوش، لي بيبران، فهمت، دهنا. شنو اخر؟ ومن بعد انا نثبت عليك عم ناول في الزمان هذايا دره لي دوش تلوج على شكون ينجم يعاون في السانيتير وفي لي ماتلا. اكزاكتومون. بعد طلبت قلت لي لقيت لي ماتلا شكون يعاوني عليهم. اما راني الدوش مازالت الامور واقفه. مازالت الامور واقفه. اليوم انت نجمت تبدل البيت وترد لهم بيت اغريابل. اكزاكتومون. حلوه. ومازال مازال برشا خدمه. مازال. واليوم دشنتوا قاعه الراديو سال ديكوغرافي كاردياك. دشنا دونك شرينا انا باغي ديكوغرافي كاردياك وشرينا ان الكتروكارديوغرام. طبعا تصاور يراوهم معنا، معناها احنا مانيش نعملوا في الشو، معناها تصاور تراوهم معناها افور اي مزور. ورانا كي ورينا تصاور له اشهار الاكس وله اشهار الاي. دو تو فرحنا صغيرات بالضبط. احنا نتاعنا بالضبط احنا جوست نعديو في تصاور باش تراو الفرحه نتاع الصغار باش تراو الماكينه. وان شاء الله هي دره نكونوا معاك في 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 افتتاح الديزاباري اخرين. حتى انا نهار اللي كلمتني واستدعيتني للافتتاح قلت لي ريم هذه البدايه، هذه البدايه مازال عندي بوكو داباري نحب ندخلهم لسبيطار الرابطه. اكزاكتومون. بعد بجمعتين تكلمني تقول لي راني عندي اباري جديده، دونك انت دون دو جور باش تدخل اباري جديده لسبيطار الرابطه. اي لو سيرفيس دو شيروجي كاردياك كاريمون باش تدخل. هذايا سي ان الكتروكارديوغرام اللي يدخل لقاعه العمليات باش يعملوا بيه العمليات. ما عندهمش فرق. الحمد لله يا ربي اهل الخير. اليوم ينجموا يعملوا راديو في الرابطه بسهوله. ومش كان في السيرفيس هذاك يا ريم، انا حاجه ما كنتش نعرفها اللي سي با كو الرابطه، على خاطر يجيو من صالح عزيز، يجيو من بوكو دو سيرفيس. اللي باش يعمل ايكوغرافي كاردياك يجي لليونيتي ديكسبلوراسيون تاع الرابطه. فوالا. دونك انت حليت مشاكل مش المرضى اللي في الرابطه. 7000 صغير يتعدى في السيرفيس. 7000 صغير. وانتر 800 و 1000 سور ليست داتانت. الحمد لله. دونك اليوم نجمت انت تحل المشكله نتاع 7000 صغير. اكزاكتومون. انا نقول مبروك عليكم على تونس على مستشفى الرابطه لاباري جديده اللي باش تدخل للبلوك اوبيراتوار. هذه دون دو جور ان شاء الله. دون دو جور وراهو شو معناها كي احنا نقولوا راهي باش تدخل بلوك اوبيراتوار نحب نوصل معناها ميساج من طبه نعرفهم. راهو طبيب من كي نراوه بتعدي احنا نقولوا ياخذ في شهريته هو وعاتي وعاتي معناها عقفين الناس وما يهموش. ما عندك حتى فكره يا انا عشت معاهم وريتهم راهم يبداو في حاله في حاله بالحق بالضبط. يبداو يسعاو باش يحسنوا ويتبكاو نهار اللي دخلت ليكوغرافي. انا نذكر في باب سعدون وقت اللي مشيت نزور في في صغير في باب سعدون الطبيب جاء قال لي مدام حاول ما تقعدش برشا على الماتلا رانا مستحفظين عليهم نحبهم يقعدوا جدد للصغيرات. دونك راهو طبيب مش صحيح
انه معناها يعطي بظهره ويمشي، راهو طبيب تبدا عنده بريسيون كبيره، عدد كبير نتاع صغيرات يعاونوا برشا، وهو بيدو ماذا بيه يبدا ماتريالو كامل وينجم غدوه يدخلك للبلوك وما يخليكش تستنى. لكن الضغط اللي تعيشوا سبيتاراتنا هو اللي خلينا نعيشوا الظروف هذه. دونك انا نقول ساعه صحه ليك، تعطي برشا خير، صحه ليك. اثنين برافو ليك وللفريق اللي يخدم معاك الكل واللي ما تجدوا ويعاون، ان شاء الله ربي يبارك لهم الكل يا ربي. وان شاء الله ثلاثة نقول ان شاء الله اليوم انت محاضره معنا في التلفزه الوطنيه، وحضرت معايا قبل في راديو في الاذاعه الوطنيه، وان شاء الله معني اعلاميا معناها يتم دعمك مليح ان شاء الله. انا حاله البيبان ليك، نعرفي سندتك 100%، يعيشك معاك اون بارتناريا في اي اكسيون اخرى تكون انت فيها. ثقه مني فيك وفي الفريق اللي قاعد يخدم معاك، يعيشك. وثم مبروك للرابطه على خاطر اباري نتاع راديو عندهم سنين الله يستنوا فيها exactement. وكيف كيف لاباري دخلت البلوك اوبيراتوار قاعة العمليات زادة عندهم مدة يستنوا فيها. وعندنا حلم آخر اللي هو سال دو كاتي. سال دو كاتي هذه سال دو كاتي تيريزم اللي هي نتاع صغيرات، دونك توا ما ثماش الكبار موجودة خاطر هي ثم في الكبار، دونك ما ثماش للصغار. هذاك حلم كبير ان شاء الله. هذا المشروع الجاي يتطلب برشا فلوس. قالوا لي انتر 1 مليار و 1 مليار و دمي، معناها سوم انورم، فهمت؟ هو حتى ما يصعب على ربي ان شاء الله. ليه هذه كان صعيب عليا والحمد لله يا ربي. هو انا نذكر الوقت اللي اول مره تلاقيت انا وياك، قلت لي ما نحبش اعلام ومانيش ما نحبش نظهر اكزاكتومون. ووقت اللي عيطت لك جيتني بعد المره الثالثه ولا الرابعه، اي ما حبيتش. وقلت لي ريم، قلت لك راهو احنا مانيش انا ما نحبش نشهر، مانيش مستدعيتك، راني باش نشهرك انت. انا نحب الناس تعاونك، نحب رجل اعمال تفرج فيا توا خارج تونس يقول معناها الكاتي ذي يتكلف مليار، انا يا خويا نعطي مليون، انا نعطي زوز، انا نعطي 10، انا نعطي 20، فليس مع فليس ولي وكدايس، وغدوه الحلمه هذه تتحقق. في الاخر باش نقعدوا نعملوا على الدوله وحدها وعلى الحكومه وحدها. المجتمع المدني دو بوجي. بالضبط، النجم ما نخلطوش كان بعد وين. هذيك فاليوم حكومة، وزارة، مجتمع مدني، إعلام، الناس الكل نحطوا يدينا في يدين بعضنا باش نراو سبيتاراتنا خير، ونراو مدارسنا خير، ونراو هالقطاعات هذيا تتنفس. نفس. هما يتنفسوا احنا نتنفسوا، والصغيرات يتنفسوا يا ريم. الصغيرات سي لا فيتور جينيراسيون، انت شنو باش توفر لهم؟ من الصغر لازمك توفر لهم ان انفيرونمون فافورابل. نحبك في الختام تعطي دو ميساج، ميساج للناس اللي تفرج فيك وتحبهم يعاونوك، شنو تقول لهم؟ نحبهم يعاونونا باش نحسنوا سبيتاراتنا ونقفوا لصغيراتنا، سورتو لصغيراتنا، هما مرضى مساكن، ils sont généralement issus d'un milieu très défavorable. معناها من طبقة متوسطة. من طبقة متوسطة، وهما ديجا تعبين ومرضى، نحبوا نقفوا معاهم باش نقفوا معاهم، نحسنوا لهم الوضع نتاعهم. واضح. كان تقول صغار اللي راقدين في الرابطة يتفرجوا فيك وينعرفوا. نحبكم برشا. اللي هما يحبوك برشا برشا. وأنا زيد نحبهم برشا برشا. فوالا. سي ما دوزيام فامي، سي مون أوكسيجين. وكما قلت مقبليك بصمة، أنا حياتي نخلي بصمة باهية، سي تو سكو جو سويت. ليك وللناس اللي عاونتك الكل. إي مين يعطيهم الصحة، نشكرهم ريم. كان اليوم فريق صغير. نشكر الناس اللي وقفت معايا الكل. كان اليوم فريق صغير، غدوة إن شاء الله نحبوه. إن شاء الله يا رب. يمشي ويكبر إن شاء الله يكبر، وزيدا ندعو الناس الكل باش يعاونونا باش الحلمة نتاع سال دو كاتي تتحقق. برافو درة قرا بن علي. حتى كلينيك كارتاجين بوركوا با. اي هكا ولا لا؟ اي حتى كلينيك كارتاجين، انا نقول حتى كان عندهم اباغي باش يبدلوه، ما عادش يستحقوا الاباغي القديم، نجموا احنا ناخذوه، نجموا احنا نحسنوا به، نجموا ينجموش هما زاد يعاونونا، لي كلينيك بريفي بوركوا با. هكا ولا لا؟ وصل الميساج. وبرافو مره اخرى ليك، شكرا لك بحذنا، شكرا على التعاون في الكل. يعيشك. وكمل، انا نعرف اللي عندك السوف، اللي انا نعرف اللي انت مراه ما تسلمش. شكرا لك قرا بن علي الموالي، رئيس جمعية وان داي وان دريم. احنا باش نخرجوا ريبورتاج على موضوع ما جيتش عليه بالكل في الصحة والناس، على العوام هذه كل قد ما خدمنا دي ريبورتاج على الكيني وعلى العلاج الطبيعي، ما خدمناش على وجهي على الكتف، خدمنا على لاختروس سيرفيكال، على لاختروس في اليد، لاختروس في الساق، في البسا، وجهي على الكتف ما خدمناش عليهم. اليوم نخدموا عليهم في الريبورتاج هذايا، وبتبيع راجعين البلاتو.
عسلامة، مرحبا بكم. ونسرار في أخصائية في العلاج الطبيعي. اليوم باش نحكيو على الكتف، وجاي على الكتف برشا عبيد متخلقين، اللي نجموا يوليو ما يرقدوهش، ما عادش ينجموا يهزوا يديهم كوم يلفو. المشاكل اللي باش نحكي عليهم هي ليميتاسيون ارتيكولير، معناها العكشة بلغتنا، اليد اللي ما تنجمش تتهز، تقول لك ما عادش نجم نمشط شعري، ما عادش نجم ننشر الصابون، وحاجة كيف من هكايا. والحاجة الأخرى اللي هي الوجيعة. دونك دور الأخصائي في العلاج الطبيعي إن نرتحوا المريض من الحاجات هذو مزوز. التكاخ تيرابي هذية باش تحكي لنا على حاجتي، ولينا نخدموا مع السيلول، أي موسكل أي موسكل وعضلة موجودة هي متغذية بالدم والنيوتريمون. هذية الماكينة تخلي الدم يجري مليح باكل العضلة، البيرمي لا بيرميابيليتي انتر لي سيلول. دونك سا سولاج، اكل الوجيع تتنحى، كي تتنحى لنا الوجيع الباسيون بطبيعته يولي نجم يحرك يده. نحب نقول الوجيعة باش تجي اون جينيرال ديما نلقاو ان ديزيكيليبر انتر لي موسكل، معناها احنا ديما عندنا توندونس باش الكتف يبدا طايح لقدام، وديما عندنا توندونس باش نرقدوا معوجين، معناها تلقى البوال كل هابط على الكتف. دونك اول حاجه باش نعملوا اكيليبر ما بين لي موسكل، معناها باش نقويوا لي موسكل الضعاف ونطلقوا لي موسكل العكشي. دونك نجيو للي موسكل نتاع لي بول اللي هما هنا هكا، بارفي. تو باش نبدلو شان لو بوزيسيون. دونك وتو باش نخدمو بالريزيستيف، نوريكم كيفاش الطريقه. ديما باش نحطوا الغيزيتيف هنا وين فما الوجيعة، خاطر اون برانسيب ديما الوجيعة هنا يبداو اون كاد دو توندينيت ولا حاجه، باش نلقى الوجيعة هنا. باش نحطوا هكا فوقها ونحاولوا نعملوا ديتراكسيون هكا، نجبدوا اليد الكتف هكا معانا هكا، مانيش نوجع فيك. الخدمه راهي لازم تكون نون دولوغوز، ما لازمناش نوجعوا الباسيون تاعنا، ما نعملوش موفمون ما ينجمش يعملها. تري بيان، كيف كيف توا كي تنقص علينا الوجيعة فما حاجتين ينجم يعملهم. دونك شد العصا كيف من هكايا، يحل هكا شويه يديه، جبد هكا شويه القدام، جبد شويه وطلع طلع طلع لين تنجم لين تنجم. صحيت 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 صحيت، ارخف وعاود. تري 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 بيان. حاول توا تحطها ورا راسك معايا، انا نتبع فيك. تري بيان بارفي. اون فوا تتنحى الوجيعة نتعداو للإتاب اللي بعد اللي هي قايمة على الغونفورسمون موسكولير. دونك يلزمنا ان نقويو العضلات اللي شادين الكتف باش الوجيعة ما عادش ترجع. أول إتاب في الغونفورسمون موسكولير، أول حاجة باش نبداو اون ديشارج، باش نعطيوها صا كيف من هكايا، حط يديه الزوز حلهم شوية، يلزم يبدا قاعد مستوي هكا ظهره مطلوق، شدها بالكدا وحاول تهز يديك الفوق الزوز، تحط انت يديك هكايا وهو يحاول باش يدز هك. تري بيان، نعاود واي دز دز دز، زيد طلع زيد زيد زيد. صحي تري بيان، كيف كيف هي بيدها الموفمون باش نخدموها من تالي. دونك ليدين الزوز باش يبداو من تالي هكا. تري بيان، اطلق ظهرك. صحي تري بيان، نعاود واي دز على يدي الزوز، دز 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 دز. العصاحة تتها باش يبداو اليدين قد قد كيف كيف. تري بيان، ثاني اكزارسيس هو البالون، يحط البالون في حجرو، يجي هكا ما بين لي دو كود وينزل على الكرة. تري بيان، تو يحس بدي فيبغاسيون في لي زادكتور. صحيت تري بيان تري بيان، وتوا تشد هكايا وتنزل هكا، زيد لصقها لبدنك. تري بيان، وانزل بارفي، انزل بالكدا، انزل 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 بالكدا بالكدا. صحيت صحيت، طلع هكايا الفوق، تخليهم تحسب 1 2 3 4 5 6 7. صحيت وتهبط كيف كيف، نعاودو قد الخدمة قد الراحة، ديما 7 سكوند. تري بيان بارفي، نعاودو مرة أخرى. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. صحيت.
وتو باش نخدموا باللي بوند الاستيك، هذوما فما فيهم دي دوغري، معناها هذه تلقاها قويه هكا الاخرى اكثر منها، فما دي دوغري. دونك باش نبداو ديما بالدوغري الضعيفه ونمشيو نقويو. دونك اول موفمون يحطها من بين يديه هكا تري بيان، هنا هكا يطلع هكا ويخدم هكا. الموفمون هذا ينجم يعملو في بلوزيور دوغري، ارخف تخدم هكا وتطلع، تقعد لين تحس روحك معاش نجم، مثلا 1 2 3 حسيتها سيئة اوب ترخف، ما نخلطوش للوجيع ديما نسيسو بدنا 1 2 3 اوب ونرخفو. تحطها هكا تخدم الفليكسيون 1 2 3 4 تعبت اوب ترخف، كيف كيف الابدوكسيون 1 2 3 اوب ترتاح 3 سكوند تعاود بوندون 10 فوا. ديما ما نخليوش اليد لين تتعب، الباسيون يحس روحو تفرهد بالكدا. الوجيعه اون برانسيب ما ندخلو في لي موفمون هذوما كان ما تتنحات الوجيعه، معناها كيما وريت اول الحصه. وبعد لي موفمون هذوما ينجم يعملهم مدى الحياه، معناها كيما عند سبورتيف، كيما نساء، كيما رجال، كيما الصغار، كيما الكبار. والماتريال اللي استعملته راه موجود ويتشري بارتو. مرحبا. رجعنا، لقيتوني في الكوجينه، تهنيت عليكم، امور كتافنا مريقله 100%، التمارين اللي ورتهم لنا الكيني نمشيو عليهم. ركزت انا على التمارين الكيني، يعني على اوجاع الكتف بصفه عامه، خاطرهم اكثر حاجه مظلومه. نمشيو للظهر، نمشيو للساقين، نمشيو قلت لي هو الكتف ما هو الساس، معناها سورتو الناس تقعد برشا في البيرو. شيف انيس برزوقة مرحبا. مرحبا بكم. تو معناها يقول قايل احنا فاش قاعدين نحضروا؟ نحضروا في المعجون برتقال. انا دخلت طول حسيت كتفي لاباس، دخلت طول معاك في الحركه معناها. نحضروا في معجون برتقال. نعم دونك حطينا برتقال. حطينا برتقال وحده عندنا. وحده يطيب وحده على خاطر كي انت باش تطيبه شويه هو شاي باش يطيح الجو نتاعو. دونك يقعد يطيب هكاك نص ساعه. ومن بعد نزيدوه شويه ماء. نكيتا. شويه برك ماء. معناتها في العادة خاطر نحطوا معناتها بال 100 ملليلتر وبال 50 لا راهو احنا نكتة باش ما يفقدش القوة نتاعو. والامور السكر كيفاش؟ السكر احنا كي نحكيو على كيلو برتقال نحكيو على 300 غرام سكر. السكر نتاعنا عادي، كي نحكيو على سكر اسمر نحكيو على شطر 300 هذيك دونك 150 غرام هو اللي يعوض على الكيلو. على الكيلو باهي. انا تو اللي راه فيه مقبليك وين نعاون فيك. اي الكل ما كعبه نرى فيها جو نحي لها الجو نتاعها الكل باهي باش نعاونك فهمت؟ قول لي يعطيك الصحه على القناه. اي لا يعطيك الصحه تبارك الله عليك. تحسك ماكش راضي عليا اليوم؟ لا لا راضي علي. لا والله يعطيك الصحه. وقت اللي تشوف تلقاه ما تخشين يندرى نعملوا له كيما السفرجل نهبطوه نرحيوه ونرجعوه على الغاز يغلي مع السكر. لا والا كيفاش هذا؟ لا بالضبط هو مش كيما سفرجل على خاطر كيما قلت سفرجل دونك هي بس برشا مش كيما البرتقال. البرتقال كي يقعد يدور مع الغاز دونك فيسع ما يذبل وفيسع ما يعطي الجو نتاعو فهمني؟ مع السكر هو اللي باش يعمل ليزون نتاعو فهمني؟ باهي واضح. نشوف في جو دورانج زاده نعاونك نكمل لك ما نافع جو دورانج. دونك تحضر في جو دورانج، جو دورانج سربيوه بلاش سكر. بالطبيعة ما غير سكر خاطر كي نحطوا سكر يفقد معناها المنفعة نتاعو. والله حتى في الدار جربوه جو دورانج فيش طاية من غير عسل. وساعات بلا حتى شيء. بونش في الليل باش ما يطيرش علينا النوم. أما على الصباح والله ينجح مليح مليح. توا هذو ما يعتبروا حكاية فارغة بارابور اللي محضرهولنا أنت راه. بالطبيعة. هكا ولا؟ ولذا نعطيك المكان خاطر هذه مش بلاصتي راهي في الاصل. ايه مرحبا بك. وكي مشاولين نحكيو على السلاطه تمني تفضل الشيف. يعطيك الصحه. معناتها كي باش نعطيو السلاطه حتى طبيب ما هو مروح اليوم. قاعدين هوني كلنا. دونك نحكيو نقدم لكم سلاطه بسيطه ياسر ما نصعبوهاش على سلاطه متشاتشين. سلاد دورونج على كريم. سلاد دورونج على كريم. على كريم باهي كي نقولوا على كريم. مرحبا ساعه. قالك سلاد دورونج على كريم. شهينا. قبل ما نشوفوه انت خلطت على صوص روكفور واليوم خلطت على سلاد شنو هي؟ سلاد دورونج دورونج على كريم. دكتور صفوان موسى مرحبا. مرحبا بك مدام. اللي قلع ظروف تعقل ياكلها. اي بالعكس السلطه هذيك باهي وخاصه المعجون نتاع البرتقال. ايه.
تحس روحك كشك تتغرط ولا بزيت؟ لا نحب برشا البرقدين وسيرتو معجون البرقدين وخاصة بالطريقة الصحية اللي عمل فيها الشيف يعطيه الصحة فريمون معناتها حاجة تعمل الكيف. لا وناجحة راهو احنا ديما عندنا في مخاخنا كل ما هو معناها صحي معناتها ما ينجحش دايوغ يقول لك انت تقول له باش نعمل مثلا اليوم عشان مثلا محمسة بالخضرة شبيني في السبيطار هنا يا ولدي راهي محمسة بالخضرة ماكلة بنينة راهي ذوق راهو تبدا فيها ساعات ترفق الديد ولا ترفق خذينا الفكرة انه حاجة صحية معناتها حاجة مش بنينة ولكن التوش نتاع الشيف هو اللي يعطيها البنة هذيك باش تولي حاجة صحية يوم ينطون بنينة انا في الأوف حكيت له على معجون السفرجل مثلا قلت له معجون السفرجل عمري ما ذقت منه باغ اكزومبل بعد شويه نذوق لكم معجون البرتقال والله ما نقول كان الحق كان بنين ولكن مش بنين ماك موافق شايفه دونك نرجع بعد نشوف حكايه سلطتنا ونشوف امورنا الكل وحديثنا اليوم باش يكون معاك دكتور على الحمره وباش يكون مع الدكتور صفوان موسى على تقليع تاع عزروس العقل تو هذه تقليع عزروس العقل دكتور معناتها من العمليات الدال جبرشا ما عندكم انتوما يعني حاب يقول عند العائله التونسيه بصفه عامه قبل ما نسأل أنا على باش تعرف لزارة العقل هي اللي تكلمت مش حاجة أخرى هل عندها وجعة سبيسيال هل لهنا نسألك زوز أسئلة ساعة وبعد نبدأ فما الناس تلقى زارة العقل مقلعتها لكن أنت كطبيب ما تنجمش تقلعها عنده السكر عنده حاجة تقول فك عليه أخوي ما قلعش نداوي ونخلي غادي وألم العمليات اللي تتعمل لأي مريض كان هو سؤالك بديت معناتها من الحاجه الجوهريه اللي في زرس العقل الحاجات المشكله الاساسيه اللي تشكيو منها معظم الناس من زرس العقل زرس العقل هي ثالث كي نقسموا الفم على اربعه هي الزرس الاخرانيه في كل ربعه معناتها في المياه حكاد نلقاو كل معناتها هي ثالث زرسه تطلع للانسان تطلع ما بين 16 سنه و 25 سنه دونك فما حتى شكون ما عندوش زرس العقل يطلع من غير ما عندوش زرس العقل دونك ما عندوش من بعد تطلع له ولا لا ما عندوش نهائيا ما عندوش اجينيزيد وهذايا هل عندها دليله بتاع مرض ولا لا 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 عادي هذايا حاجه عاديه حاجه فريكونت زرس العقل ولات عند تشكل مشكله كبيره عند التوانسه وفي العالم الكل تشكل مشكله علاش على خاطر زرس العقل ما تلقاش بلاصه وين تطلع لانه ولينا الماكله اللي ناكلوها معظمها ماكله ثريه دونك ولات الديفلوبمون نتاع المشوار ما عادش يولي ديفلوبمون كبير حتى في الناس نرجعوا للسواغ دو لا ميديسين نقولوا ما تقولوا زرس العقل كانت موجوده قبل في العصور القديمه لانه كانت الماكله كانت ماكله كاسحه وصحيحه تخلي العظم ينمو بصفه اكبر من توا توا ماكله ثريه الدونتيست تويكا وقت اللي معناها يمشي لكم معناتها بنيه صغيره ولا تعينه مثلا الدونتيست نتاع بنتي يقول لها شوف قبل ما نحكي معناها باغي وكذا كل مليح التفاح كل مليح السفناريا كل مليح حاجات صحيحه فوالا يعطيك الصحه باش يمضغ مليح باش يكون العظم اكثر بيسكو الماكله ولات ماكله معناتها ثريه برشا دونك الاسباس للزرس العقل ما عادش فما اسباس كبير دونك معظم الحالات ديما ما فماش مشكله في لنمو زرس العقل في بلاصتها وبالشكل الطبيعي دونك زرس العقل تولي تشكل هنا يا اما تكون على ثلاثه حاجات يا اما تكون تحت العظم معناتها مازالت ما طلعتش من العظم مباشره نهائيا والا طلع ما طلعتش من الجونسيف معناتها ما اخترقتش حتى اللثه والا اخترقت بجزء ما اللثه معناتها اخترقت شويه معناتها نسميوها انكلوز توتالمون والا انكلوز سو جنجيفال والا نسميوها انكلافي معناتها انكلافي تكون معناتها خرجت شويه بركه دونك هذه تخلي زرس العقل تدز السنين وتخلي تعمل جيوب معناتها جيوب في وسط الجنسيف تخلينا تسببنا في تسوس لزرس العقل تسببنا في التهابات في زرس العقل وتعكرات وتعفنات في زرس العقل تعمل ديزابسي تعمل حتى دي سيلوليت تعمل برشا مشاكل زرس العقل باش نحيوها كي ما نلقاوش بلاصه وهذا يشوفه طبيب السنين بعد ما يعمل بالفحوصات اللازمه ولا كي تبدا عندنا مشكله من المشاكل اللي كنت سامي فيها وهذا قبل ما تكون عندنا مشاكل قبل ما عندنا مشاكل ينجم طبيب السنين انه يشخص الوضعيه ويقول انه معناتها زرس العقل كيما نشوفه في الصوره انه معناتها هذه لازم تتنحل خاطر قاعده تسبب في مشاكل كل سوا معناتها قاعده تسوس في الزرسه اللي مقابلتها والا قاعده هي بدها تكون جيب وقاعده تسوس هي بدها تتسوس وتعمل لنا التهابات وتعفنات دونك كي تجي ردا على سؤالك وجاوب على سؤالك كي يبدا عندنا امراض مزمنه
نحن ماذا بينا ما نوصلوش في سن مبكر نكونوا شخصنا زاز العقل اسكو تنجموا نحيوها والا لا. وهنا برشا مدارس سن مبكر معناها دكتور معناتها وقت اللي هي معناتها حتى في 16 سنه حتى هي وقت اللي باش تنمو زاز العقل باش تبدا طالعه وقتها نعملوا معناتها اون راديو اللي نشوفوا بها زاز العقل اسكو من المستحسن ان نحيوها والا لا. ولهنا تنصح الوالدين انهم معناها فما مشكله لما فماش يعملوها هالراديو هذ باش كان فما حاجه يلقفوها ولا تقول لهم لا استناو مثلا وجيعه ولا استناو حاجه باش تعملوا راديو. نحن باش ما نوصلوش للوجيعه لانه نحن معناتها باش ما نوصلوش الواحد معناتها هو يهز زرس العقل نتاعو للطبيب السنين مش زرس العقل نتاعو هي اللي تهزه للطبيب السنين. دونك زرس معناتها هو لازم لازم هو يمشي يشخص هو لازم معناتها بالكونترول معناتها ابيتويل لاي مريض للطبيب السنين نتاعو باش يشخص له يقول له رزاز العقل نتاعك راه من المستحسن نحيوها في لانها فيها كذا وكذا. اما تكون معناتها انكلوز تخضع الى عمليه جراحيه بسيطه تكون وقتها نجموا نحيوها من غير حتى ما يكون عنده اسباب اللي هي توجع فيه والا لا لانه ما نستناوش حتى لين توجعوا باش نجموا نحيوا زرس العقل. زرس العقل كما قلنا فيها ثلاثه مستويات يا اما انكلوز يا اما انكلافي ولا تحت الانكلوز معناتها توتالمون تحت العظم تخضع الى عمليه جراحيه. ما نستناوش حتى العبد يولي مثلا يكون هو عنده دي زونتيسيدون فاميليال معناتها يكون عنده امراض مزمنه في الفاميلي وكل شيء. اذا هو يكون عرضه للمرض السكري مثلا ولا لضغط الدم ولا كذا ما نقعدوش نستناو حتى لين يكبر وتصير له مشاكل ولا الوقت اللي ربما ما نجموش نتدخلوا ولا تتعكر حتى التدخل الجراحي يكون في تدخل ثقيل معناتها مش تدخل بسيط. من المستحسن من الاول طبيب السنين هو اللي شخص يقول هذا باش نحيوها معناتها اللي عنده طبيب معناتها اختصاص للجراحه. كان نمشيو للعمليه وحنا يظهر عندنا فيديو فيها عندنا الصور عندنا الصور صور لو نمشيو للعمليه بالصور نقولوا العمليه مراحلها قداش مرحله فيها؟ العمليه هي معناتها فيها ثلاثه مراحل عمليه التخدير ومن بعد عمليه معناتها الشق ومن بعد عمليه معناتها نزع زرس العقل دونك دون ساجيس كي باش نحيوها يا اما تكون يا اما لازمها تكون معناتها نقصوها نجمو نكونوا ندخلوا قصان زرس العقل ونحيو كل طرف وحده والا تنجم تتنحى كومبليتمون وحدها كما هكا راه في التصوير تتعمل في فرد نهار على مره واحده على مره ولا المريض يمشي معناها مرتين ثلاثه؟ لا على مره واحده تعمل وفي العياده ماهيش في كلينيك ولا في حاجه في العياده تخدير موضعي ونحيوها في وقتها ما تستغرقش الحكايه معناتها نصف ساعه ويروح سلامات ان شاء الله فهمني ويرجع جوست كونترول باش ينحي الغرز وينحي لي بوان سوتور ينحيها مقطع. توجع العمليه نتاع لا ما فيهاش وجيعه معناتها فيها معناتها وجيعه معناتها بوست اوبيراتوار وقت اللي بعد ما نحيوها فما شويه وجيعه فما اوديم فما شويه انفاخ هذاك الوقت لازم نعطيو مضادات حيويه نعطيو دويات مصاحبه باش نحيو الوجيعه هذيك اللي من بعد تنحيه زرس العقل. لكن في وقت تنحيه زرس العقل ما فماش لانه فما بنج فما تخدير موضعي دونك ما فماش وجيعه. الوجيعه هي تكون شويه بسيطه تختلف من انسان الى اخر من مريض الى اخر مش الناس الكل تتشكى من الوجيعه فما شكون يتشكى من الوجيعه كبيره وفما شكون يتشكى شويه يقول لك عندي شويه وجيعه صغيره لكن حتى كان وجيعه كبيره راهو في نهارتها وليلتها وبعد تتنحى كومبليتمون. ساعات المريض يحب له باش ينحي زوز ثلاثه ساعات يحب له الاربعه ساعات كعبه كي يبداو اكثر من 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 زرسه عقل هل معناها تتنحى بالزرسه والا ما يقلقش كان عنده زوز نحيو له زوز كان عنده ثلاثه نحيو له ثلاثه كان عنده اربعه نحيو له اربعه كان باش نحيو زوز كان باش نحيو زوز نجموا نحيو مثلا الفوقانيه واللوطانيه من نفس الجهه نجموا نحيوهم زوز في العياده كان باش نحيو الاربعه وقتها لازم معناتها طبيب انعاش ولازم معناتها بلوك اوبيراتوار وكلينيك وتخدير كامل مش تخدير موضعي باش نحيو الاربعه. يقولوا انه تنحيه زوز العقل عندها تاثير على الاعصاب نتاع الانسان يقول لك تولي اعصابه شاده وتولي كذا هذا راهو في عامه الناس اللي نحكيو احنا عامه الناس فما شكون يقول لك السنه على علاقه مباشره بال معناها بالسيستم نيرفو كيما يقول لك هي على علاقه مباشره بالمعده واللي نحى زرس العقل ما عادش يهضم مليح ما عادش ماكلته تتاكل مليح. انا نقول كي تتنحى زرس العقل شو نفقدوا غيالمون شو نفقدوا؟
كلام صحيح، وهذا الكلام زاد نسمعه برشا قبل ما في العياده وكل شيء نسمعه برشا الكلام هذايا، لكن الكلام معناتها مش صحيح، لانه زرس العقل هي مربوطه بالسن اللي تطلع فيه اللي تطلع فيه الزرسه هذه، هي ثالث زرسه في الـ في الـ في في الـ في كل ربع نتاع تاع تاع في الشيره نتاع الفم، دونك هي ثالث زرسه تطلع من سن 18 حتى 25 سنه، يمكن فما البنات تطلع اكثر مبكر اكثر هي في 16 سنه، لكن الزروس هذه مربوطه بالسن، السن هذه يسمى سن الرشد، معناتها كنا نجيو نسميوها معناتها زرسه الرشد، يمكن يكون اقرب، لانه دونت ساجيس باللغه الفرنسيه، دونك هي اقرب للساحه اللي تطلع وقت يطلع، ما عندهاش حتى علاقه لا بالعرق نتاع بالعروق نتاع المخ، لا عندها علاقه بحتى عرق، عندها يمكن شي كي نعملوا تصويره للفم، عندنا النير مونديبولير معناتها العرق اللي يتعدى في الفك السفلي، تكون الزرسه قريبه للعرق هذايا، والا العرق يتعدى ما بين لي دو راسين نتاع السنه، والا تكون هي جانب العرق هذايا، دونك باش نحيوها يلفو فيغ اتونسيون، لازم نعملوا تصويره ثلاثيه الابعاد ونحيوها، ومعناتها ما فيهاش مشاكل، ما عندهاش حتى علاقه بالعقل ولا بالمخ. قداش مش معناتها واحد ينحي له زرس العقل باش يفقد عقله. سمعت ذكر قبل ذكر قبل يقول لك هو ذاك نحاول زرس العقل، معناتها سيب مشي عقله مشي. ياخذ كونجي وراهم السيد ولا اللي يقرا يقعد ما يبطل قرايته. لا لا نحن كي معناتها يمكنش هذه بالذات ركز فيها. اي زرس العقل. الجواب هذا مهم ياسر. مهم برشا. دبلوماسي على الاخر. نعاوده لك؟ عاود لي مثال. خفت منه سوري. مثال كونجي بعد زرس العقل. ولا ليه يرجع يخدم على روح كونجي هو زرس العقل تستحق الى راحه معناتها شوف كيفاش تستحق الى راحه دونك وقت ينحي زرس العقل في نهارتها النجم يرتاح نهارتها ومن غدوه يمشي يخدم على روحه من غدوه يصبح يخدم على روحه ما فماش واللي يقرا كيف كيف بيان سور يعني نجم نهارتها لو جاعت تحير عليه اللي يقرا لازم يمشي يقرا حتى كي نحي اي والله والله العظيم والله مش خاص كان جينا هكا احنا غير احنا تو يعني نحكيو على زرس العقل والشيف شفت يحط في الزيت من غاديك اي دونك عقلك تمهمش انت يا شيف اش قاعد تعمل طبيب تمهمش حاضر في الصوص اي معناتها ما همشت بالريحه ما همشت الدكتور كيفاش نعمل صوص شنو تاع فيها شايفين صوص نتاع سلطه اللي هي صوص بلونش اوه صوص بلونش انا نستدعاك تقعد معنا حتى لو كان معناها فقرة نتاعك كملت اقعد معنا وذوق ما كانش تقعد في قلبك راه ان شاء الله ان شاء الله دكتوره نحكيو على الحمره اخترنا انه من مره نخدموا على حاجه مرض تو قاعد معناها مرض الموسم ومره على امراض تحير عائلات كامله دونك مرض الحمره من الامراض اللي تحير عائله كامله اولا ساعه نحن التوانسه نعتبروها من الامراض الخطيره ويا لطيف مش فلان طلع عنده الحمره وينجم وعندنا في ثقافتنا الطبيه انه ينجم يوصل الموت وعندنا وانه مرض ما يبراش بسهوله وعنه ان عندنا في ثقافتنا انه مرض يوجع ياسر فهل هذا كله صحيح دكتوره؟ اللي قلته صحيح صحيح الكل صحيح لكن من غير ما نخوفوا نهولوها ومن غير ما نهولوها المشكله طبيب محلاه قال لك نحي اربع زروس عقل وراسي يسد ما قال لك بلوك وبيغاتوك الوغ مرض الحمرة وقته زاد تو قاعدين نشوفوا في برشا مرضى يجيو يعديو على الحمرة يلزم نخافوا منها الحمرة هذيم بالعكس ربي. يلزم نخافوا منها والله علاش؟ سألتك سؤال تصورت باش تقول لي الطب تقدم ولا عندنا حلول هو الطب تقدم صحيح ودويات موجودة لكن الحمرة بالذات قد ما نسرعوا في التشخيص والمداوات قد ما نبعدوا برشا على كومبليكاسيون خلينا نسرعوا نحن نسرعوا علامات الحمرة خاطر هذا الداء من هنا يخرج احنا ما نتعرفوش على علامات الحمرة احنا من مشكلة دواء الحمرة انه مولاها ما يعقلهاش ويغلط بينها وبين امراض اخرين وبعد وقت اللي سيي المرض الي لا واذا بدانا نستلي وقتها يمشي للطبيب ويتطلع حمرة دونك علاماتها دكتورة علاماتها هي اسمها الحمرة الحمرة دونك فما احمرار في الجلد هي اون بلوس تجي كان في الساق لا هي 80% تجي في الساق نجم تجي في الوجه وعنا تصاور ان شاء الله يحطوها لنا تنجم تجي في الوجه تجي في الانف ولا تجي في الليجو معناتها في الخد لا هذا جا قاعدين نراو مثلا مرض الحمره اللي جاي في الوجه ويغلط برشا ريم اي بيان سور كل حاجه في الوجه
تغلط معناتها والحزيزه غميقتها اي كيما قلت انت توا حزيزه معناتها هي تنجم يكون فاكتور دو ريسك الاكزيما ولا صفره ولا توا نحكيو على الاسباب نتاع الحمرة. لكن هي المشكله فيش انت تحكي على ليسيني على العلامات كيفاش انا نعرفها اللي هي حمرة ولا تنجم تقرصني ناموسه مثلا. انا نقول المريض معناتها ياخذها للي جاي على الاخر ويقول هذه قرصه ناموسه الوغ كو صحيح هي قرصه ناموسه لكن عملت له اون انفيكسيون ولات حمره. دونك ديما اول معناتها مره وفما احمرار في الجلده اي سورتو فما دولور افيك معناتها فما وجيعه المريض تجيه وجيعه وتلقى البلاصه حمره نجم تكون صغيره نهار الاول من بعد في ساعه تنتشر معناتها في الساق. هذاك علاش قلنا 80% في الساقي وتنجم تجي في الوجه وتنجم تجي في اعضاء اخرى معناتها في اليد ولا مي سي تري غار معناتها توجع برشا يقول لك تبدا ساقه معناتها تسطر عليه سورتو اللي يجي في الساق من الاول وجيعة تسطير هي شنو فيها؟ فيها سخانة فيفر وفيها وجيعة اي سورتو احمرار معناتها هذيك علاش نقولوا احنا يعني انا نقول الناس اللي تفرج فينا تبداش يبدو نتاع احمرار اجري للطبيب صحيح ما تستناش زعما ناموسة زعما مش ناموسة خويا بدو نتاع احمرار امشي للطبيب علاش ريما على خاطر نبداو في ساعة بليزونتيبيوتيك راه دواء الحمرة سي ليزونتيبيوتيك تو نحكيو من بعد كيما دواء العنقود تو نجيو زاده من الامراض العنقود فهمتش علاش ياسر تسمع بها المده الاخرانيه ذي هالعوامل عندهم علاقه بالمناعه راه دونك المناعه اللي طايحه هذيك علاش عندهم علاقه بالمناعه فوالا دونك هنا خذينا العلامات هل الحمره وراثيه؟ نو لا هي تجي لاي انسان راه اما وقتاش بعد 40 سنه معناتها من 40 سنه مي سورتو في 60 طن مش معناها امي عندها الحمره ولا بابا يعني انا نكون عندي الحمره لا لا, لا. نسبة الشفاء التام منها 80% إذا خذينا دواء نتاعنا على بكري ديما معناتها أنا نأكد على بكري معناها الجمعة الأولى لا مش نهار الأول نهار الأول إذا ساقك ريتها حمراء وتوجع وما نستناوش سخانة ساعات 30% ما تبداش فما سخانة ري. للناس اللي تتخاذل في صحتها للناس اللي بالنسبة لها آخر حاجة صحتها الفايدة ولدها لباس بنتها لباس رجلها لباس أمها لباس مش مشكلة أنا تو نمشي شنو نقولوا لهم دكتوره؟ هوني نقولوا لهم سيغاف فوالا شنو ينجم يصير لو ما قصش الخطوره صحيت الخطوره في الحمره هي راهي ماهيش احمرار وبعد باش يمشي على روحه هي سيت اون انفيكسيون معناتها فما بكتيريا دخلت للجلده وتعطينا التهاب في الانسجه اللي تحت الجلده مشكلتها شنو هي انها تبدا تسري فهمت تسري حتى لين تخلط لنا لك لو تيسيو لينفويد هذاك ومن بعد بشوي بشوي تنجم توصل تتعدى في الدم إذا تعديت في الدم الجرثومة معناتها البكتيريا لا قدر الله تعطينا سيبتيسيمي معناتها جرثومة تعديت في البدن الكل وهوني فما معناتها بورسنتاج باهي نتاع وفيات دونك ردوا بالنا احنا ما نخوفوش برشا العباد معناتها نقولوا لهم سورتو الإسراع في المداوات تشخيص عند الطبيب شوف معناتها الطبيب راهو ما يطلب حتى شيء راه تجي من نقص المناعة كهو ولا تجي من حاجات أخرى؟ تنجم تجي من حاجات أخرى هي راهي أعذر لي مادام فما حمرة فما اون بورت دونتري باب خلى البكتيريا هذيك يدخل فهمت معناه جرح جرح تنجم تكون اكزيما كما قلنا نوع نتاع صفره بوذبيح معناتها وحطيت انا تصويره ان شاء الله يوريونا بوذبيح المشكله اللي برشا ما يعرفوش معناتها بوذبيح يقول لك يلزم يراه ابيض كان ما وساعات يوجع وكده تشوف الساق تلقى ما فيها شيء تلقى ما فيها حتى شيء تلقى ساعات اون بتيت فيسوراسيون معناتها فوالا كيما راه في التصويره ماهيش حاجه اللي فريمون تقول لك راه معناتها هو سبب بوذبيح في برشا مشاكل نتاع حمره يلزمنا نداويو بالكدا بوذبيح دونك شكرا لك دكتوره شكرا لك دكتور صفوان موسى نورتنا سيدي وان شاء الله كل مره ناخذوا معاك احنا قلنا سنة جديد عندنا سنة انه دخلنا شوي للعمليات الدارجه ما نموش شو العمليات الخطيره اللي فيها برشا دمومات وكل احتراما منا فيكم انتم في الناس اللي تفرج فينا ولكن فما عمليات الناس تسال عليها نعملها خطيره مش خطيره دونك الدكتور قال لكم بالنسبه لعمليه ال زرس العقل زرس العقل ما فيها حتى خطوره في صيف ساعه تنحي وتمشي على روحك تنجم ترجع تخدم لو ما عندك شجاعه ترجع تخدم نهار تعبيدو ما كانش غدوه الحي كان عشنا كيف كيف الصغيرات ابارتيغ من 18 سنه تنجموا تبداو التقليع نركزوا على الراديو حتى قبل 18 سنه مش كان فما حاجه نلقفوها على بكري ما تخوفش لا مع السيستم الكومبليكاسيون تاع زروس العقل اخطر من تقليع زروس العقل
لي كومبليكاسيون اللي تعملهم زرس العقل سواء معناتها الماده اللي زابسه ولا تطور الماده ولا السيلوليت ويمكن تهبط حتى على الرقبه فما معناتها زرس العقل تبدا قريبه للعرق نتاع المونديبول العبد يولي يحس معناتها اللي معناتها فما وجيعه في وذنه فما تصير فما تصير نصفي معناتها في راسه في حتى تهبط على كتافه فهمت دونك هذوما لي كومبليكاسيون نتاع زرس العقل ولي كومبليكاسيون نتاع زرس العقل اخطر برشا من ويجيو على خاطر المريض ما يتبعش نصائح طبيبه على خاطر المريض ما يتبعش نصائح شكرا لك دكتور يعطيك الصحه ان شاء الله مره اخرى تبدا بحذانا نورنا برشا ان شاء الله مبروك على الديكور الجديد ميرسي الكارتاجين خاطر سي ان ديكور بالحق 100% ليهم هما ومتاحهم هما سينو انا نقول انا مازلت مانيش ناسيه لا الفاسيت ولا البلانشيمون خاطر نعرف ما جديد وانت حكيت لي على فاسيت من نوع جديد او طريقه جديده ان شاء الله في حصه قادمه نحكيو عليهم وانا ما تعرفني ما يحب يفوتني شيء ان شاء الله وماذا بي المشاهدين تبعوا فيا زاد ما يفوتهم حتى شيء وجديد يلقاها عندي لهنا في الصحه والناس ان شاء الله ديما جديد دونك ميرسي بوكو دكتور يعطيك الصحه نحن فاصل صغير باش نرجعوا بعد نستقبلوا الدكتوره لميا قلال رئيسه قسم بمستشفى محمود الماتري وحديتنا باش يكون على جرثومه المعده اللي نسمعوا بها بزايد هذايا ولا تعمل بلانمون تعرف برشا حكايات ولات عند برشا ناس موجوده ما مدى خطوره الجرثومه هذيا وبرشا اسئله اخرين جاوبنا عليهم بعد شويه دكتوره لميا قلال. رجعنا لكوجينتنا هي راهي السيس في كل دار واحنا هنا عائله معناها اكيد نمشي ونرجعوا لك انت شايف مع بعضنا وتعرف ما شو اللي رجعنا الريحه حتى الدكتوره قالت لي برد فقدلناش فما في كوجينا ماك تعرف ما نفوتها شيء ماذا بها كل شيء تاخذوا لي غوسات الكل نرحب بالدكتوره لميا قلال استاذه في امراض المعده والامعاء ورئيس قسم في مستشفى محمود الماتري نورتنا مرحبا بك دكتوره عايشك وانا نعرف لي انت ياسر تشيخ عليها لكوزين ديتيتيك ياسر نحكيو عليها حتى كي هكا في الاوف وكل تقول لي مش خصك احنا كتوانسه نتعلموا ناكلوا صحي وبني يعطيك الصحه هذا هو صحيح دونك حتى انت نستدعاك كنت نجم تجي بحذانا كل نهار اربعه نسجلوا لهنا دونك تجي بحذانا مرحبا بك دكتوره باهي سيدي جابتنا ريحه الصوص نتاع السلطه صوص احكي لي عليها صوص على كريم اللي هي الباز نتاعها اورانج فهمني بالطبيعه احنا حاطين كريم فريش اما الكريم فريش نجم نستغناو عليها ونحطوا فروماج بلون استنيني عاد هنا لحظه تعطيني انا بالفروماج بلون مثلا كيفاش نعمل بالفروماج بلون حتى كريم فريش سهله باش نحط البرتقال ونحط فوق البو نتاع الكريم فريش وهنا يولي ما عادش صحي برشا بالكريم فريش اي لا هو كله صحي ما مش باش يكون 100% بالطبيعه احنا هذاك علاش قلت لك انا على الفروماج بلون باه كيفاش ترى الفروماج بلون دونك ناخذوا الفروماج ونحطوا لورانج باش يطيح الجو نتاعو باش يخرج الجو نتاعو والجو نتاعو نحطوا في وسط الفروماج بلون ومن بعد نرحيو معناها نوليو كيما المعجون نحطوا البرتقال الساعة هو الاولاني البرتقال يسيب الماء نتاعو نحطوا فيه هنا نربي فيه الفروماج بلون الفروماج ابيض باش يدوب كلهم يدخلوا مع بعضهم باش يخرج لنا الصوص اللي حاجتنا به بالطبيعه ديما نزيدوه شويه بصل شويه ثوم وشويه معدنوس باش نقول لك الريحه اللي فاحت فيها ريحه ثوم بالضبط فما حاجه مفوحه بزيت دونك نحطوا ثومنا ونحطوا البصل تحطوا في الصوص بيدها في الصوص بيدها وريتك حديت معدنوس دوب ما يذبل حاسيت معدنوس بالضبط أيه؟ كله منفع بالطبيعه كي نحكيو على البصل والثوم والمعدنوس فهمني كله منفع للصوص اللي هي اللي هو الباز نتاعها فهمني اللي هو برتقال هذه هي الصوص فوالا الصوص تمشي على طريقتين وكيما نجمو نبعدوا على الصوص جمله وناخذوا جوست الجو دورانج مع شويه موتارد شويه موتارد وشويه سيترون دونك المارياج ما بين الموتارد والسيترون والاورانج يعطي نكهه باهيه ناخذوا سلطه ناخذوا سلطه نتاعنا عاديه ناخذوا الكونكومبر مع الفقوس هو مع الاورانج ونحطوا الصوص نتاعنا اللي نحكيو فيها عاديه هذه ذولي على اي سلطه شيف ها هذه ذولي تحبش تعمل حتى سلطه جناري تحبش حتى لا والله لا ليه الخضره تختلف لا بتبيع ما نجموش اما كي نحكيو على نحكيو على الفينوي اي لا نجمو نحكيو على الكونكومبر نجمو نحكيو على الفينوي نجمو نحكيو على الرادي نجمو نركبوه على معناها هذه تجي على سلطه هذه تجي على سلطه نيه معناها سلطه بسبيس تجي عليها بالضبط تجي عليها مثلا سلطه ليتو وطماطم وبصل تجي عليها تجي عليها معناها تجي ركبوا على سلطه خضراء صحيح الفريشور دونك يجي دو الصوص نتاعنا فوالا بس الصوص فينيغريت والصوص اللي هي الصوص هذه الباز نتاعها كيما تنجم تخدمها على الاورانج وتنجم تخدمها على الموتارد ولا على الفينيغريت دونك
دونك صوصنا اليوم يا جماعه بنينه، انا ما نجمش نقول لكم ريحتها. و دونك هذايا الاورانج اون فيلي. ايوه فوالا. وسمحني ايش نقول لك حاجه، وهذايا معناها الاورانج اون فيلي. اي ليس شيزي كيكا سي بون. الاورانج هذا اون فيلي نخليوه في السلطه والا يتنحى؟ لا نخطيوه، هذاك هو باش ناكلوه. هذاك باش ناكلوه، هذاك باش ناكلوه، نزيدوا به. دونك هذايا الاورانج نتاعنا اون فيلي كيما قال هو. اسمع يولي في ريحه معناها يولي في منظر بلوتو بنين ياسر ياسر ياسر، منظره تحسه فتافت نتاع برتقال مفتفت، والبنه نتاعو من الريحه نتاعها ظاهره. انا ذقت قبيله شويه نقص ديما ملح. احنا ديما نعرفوا البرتقال ناكلوه كيما هو نقشروا ناكلوه، لا كي تيب راهو يعطي جو اخرى، ونزيدوه معنا ديزانغريديون اللي هو كيما قلنا الفروماج الابيض ولا الكريم فريش فهمني، مع البصل والمعدنوس والثوم فهمني، بعد برشا خاطر كي نقولوا احنا اورانج على كريم عباره معناها تستنى فيها حلوه انت، لا هذا مش حلوه مالح واضح. ونجموا نمشيو به معناها طرق اخرى تو نعملوها ان شاء الله مره اخرى فهمني، نعملوا تارت دو توت فاسون. اي 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 اما هو توا كاسوس معناها حاجه اوريجينال بنينه نافعه كيما قال الشيف، ما تحبش تعملها بالكريم فريش انت اون ريجيم، ولا ممنوع عليك المواد الدسمه برشا، كما الفرماج بلون اللي هو يعطيه طبه حتى نتاع ريجيم. البرتقال نتاعك تخليه وحده تقصه وتحطه في الكسرونه وتحط عليه تخليه سايب الماء نتاعو، بعد ما سايب الماء نتاعو تحط الفرماج غابي وتخليهم الزوز مع بعضهم يوليو لك اون صوص كيما قاعدين تراو تويكا مع الشيف. معش انا كاني ما وريتهمش مليح حكايه البرتقال، حاولت منا ومنا باش نوري. دونك يمكن عندك انت تكون خير شايفة. هذه الصوص نتاعنا لورانج على كريم فوالا، ومع اي سلطه نيه لورانج على كريم ينجم يكون نافع. باهي شيف خليك انت تكمل، ما نعرف جوك في الدريساج تو. دريساج خليك تكمل الدريساج نتاعك. اوكي. مش قولك؟ اي لا تشوفي. انت مغرمك سلايد. اه وي جاتا. فوالا. دونك انا ناكل، انا ذقتها بنينه ياسر، اما ناقصه ملح شايف حقا ما قلت لك شويه. احنا نكملوا ونذوقوا مال. ديما نعملوا ناقص شويه. اي انا قلت لك برا باش بعد ما يقولوا لك شبيها ناقصه ملح. وانت حر شايف راهو. اي تو ميو ناقصه ملح. ها؟ تو ميو ناقصه ملح. اي انتم عاد لا سكر لا ملح. قطعتوها لنا جمله. اما حاجه بنينه نافعه وصحيه وبنينه. دكتوره لم يقلل مره اخرى مرحبا بك. نحكيو على جرثومه في المعده. توا راهو اللي يسمع كلمة جرثومة يتلعب بوحده من الكلمة. شفت. أما هي كمرض يا أخي مخطرة؟ هي موجودة جرثومة في المعدة، معناتها المعدة فيها برشا حموضة، ولكن مالغري سا تحتوي على جرثومة ناخذوها من الصغرى، من اللي إنسان صغير عامين ثلاثة أربع سنين، ونعيشوا بها حياتنا كاملة. معناها اللي عنده جرثومة مش خذاها في الباركور نتاعو، لا هي عنده وكبرت معاه. هي في الحقيقة نسميوها إليكوباكتير بيلوري، ناخذوها في الصغرى وقت اللي الإنسان المناعة نتاعو ماهيش كاملة، يعني الأم والبو خاصة هما اللي يعديو صغارهم، وإلا الأخوات في بعضهم بال على هي معدية. هي ناخذوها بكل ما هو لي سيكريسيون غاستريك نتاعنا، ساليفير وغاستريك. الأم شكون اللي ما مضخش الحمل ولده ولا البنته ولا ذاق الشربة نفس الشربة وعطى ذاق قبل نفس المغرفة نفس الكيس، الأولاد الصغار يعني يلعبوا بنفس اللعبة والريقة تسيل ويمشي ومن بعد يتبدلوها في الروضة في الدار. ففي الصغرى اوني انفكتي ناخذوها الجرثومه هذه وتمشي تلصق في المعده الداخل في وسط المعده، يعني في الغطاء نتاع المعده وين فما الحموضه، خاطر عندها امكانيه وانها تحمي روحها من الحموضه الاسيديتي اللي عندنا ما تقتلهاش، خاطر في الصغرى المناعه نتاعنا ماهيش قويه منيح باش تنجم تتخلص منها، وتعطي التهاب مزمن في المعدة. يعني 60-70% من التوانسة ان سيربريز هذيا 60-70% منا في تونس، في البلدان الجنوب الكل في الحقيقة عندهم جرثومة هذي وعندهم التهاب مزمن في المعدة. ما علاش تو ولينا نحكيو عليها؟ علاش ليا العوام الاخرى انا وليت نسمع مثلا جرثومه في المعده ما كناش نسمعوا بها قبل؟ هو صحيح على خاطر الجرثومه هذه وقتاش قعدتي شايفها؟ في السنوات 90، في سنة 94-95، وهي كان عندها علاقة وطيدة وقت اللي وقع اكتشافها مع مرض القرح أولا، يعني كي
كي وقع اكتشافها قلنا هذه هي جوستو تيتر، هي جرثومه اللي تعطي مرض القرح في المعده وفي اول المسرانه، وهذا مرض مزمن. قبل كانوا يشقوا عليه برشا، فما ناس تفلق معدتهم من القرح، فما شكون نزيف في المعده من جراء القرح هذيا. وفهمنا وانه وقت اللي نداويو الجرثومه هذيا ونتخلصوا منها ما عادش فما مرض قرح، يعني يبرى بصفه نهائيه. معناها الجرثومه عندها علاقه بالقرح؟ بالضبط. هذايا في السنوات التسعين وقت اللي وقع اكتشافها كنا يظهر لنا كان ما عندها علاقه كان بالقرح. من بعد هذاك علاش ما كناش نسمعوا برشا عليها، وبالطبيعه حاجه جديده هي في الحقيقه. وبعد مع مرور السنوات وفهمنا اللي عندها علاقه بامراض اخرين في المعده زاده كيف كيف. ولكن باش نطمنوا يعني الساده المشاهدين كمان اليوم، اكثريه الناس يعني 70% من الناس اللي عندهم الجرثومه هذه مش يعيشوا بالالتهاب الجدار، التهاب في المعده باش يعيشوا به حياتهم كامله من غير حتى عوارض وحتى قلق، لا قرح لا حتى امراض عندها علاقه بالجرثومه هذه. 70% يعني غالبيه الناس. سي نورمال، فما انواع نتاع جرثومه في المعده تكون مخطره؟ فما صحيح، فما معناتها الخطوره تتفاوت. قلنا حكينا على القرح 10% حسب التقريب من الناس اللي عندهم الجرثومه هذه واللي عندهم التهاب مزمن في المعده، مش القرح هذا تفهمنا فيه. فما زيدا 1% اقل شويه اكثر شويه، انت والبلدان انت والمنطقه في العالم اللي باش يعملوا مرض خايب في المعده. يعني هي جرثومه سي لا سول باكتيري كارسينوجين، هي جرثومه تعطي مرض خايف. يعني تخيل انت جرثومه يعني نداويوها بالمضادات نتاع الجراثيم، ولكن تنجم تعطي في المعده المرض الخايف، الكانسير دو ليستوما، عافانا وعافاكم الله. اكيد وانه مش عند الناس الكل، عند اقل من 1% في بلادنا على الاقل في تونس يعني. ولكن هذه حاجه معناتها مسلم بها، قليل قليل وين فما مرض خايف في المعده ما عندوش علاقه بالجرثومه هذه. هذا بالنسبة لأكثر حاجة خطيرة تجم تعطيها جرثومة هذه إلى جانب القرح. وعند نقولوا احنا زادة كيف كيف 10% من الناس اللي عندهم الجرثومة هذه في وسط المعدة يجم يكون عندهم كل عوارض متاع احنا نسميوهم العصب في المعدة، المعدة الحساسة، لديسبيبسي فونكسيونيل. هي ماهيش فونكسيونيل على خاطر عندها الناس هذوم تجم تكون عندها علاقة بالجرثومة هذه، كالناس اللي يحسوا رواحهم بعد الماكلة يبدوا يعني رزان، يشبعوا في ساعة، يجم يكون وجيعة في المعدة بعد الماكلة ولا ما عندهاش علاقة بالماكلة. عند كما قلت لك 10% من الناس هذوم كي نقتلوا جرثومة العوارض هذه مع الوقت بعد 3 شهور 6 شهور، خاطر الالتهاب يلزمه ياخذ وقت باش يتنحى بعد ما نقتلوا جرثومة، تجم العوارض نتخلصوا منها. يعني سان تابلو مخلط. انت قبيلي كدكتوره قلت معني تنجم تكون غير كو مثلا ام ذاقت غرفه ولدها معني ذاقت له شربته ولا حاجه بتعطيه له تنجم تعدي بها. فانا عندي زوز اسئله. اولا ساعه هو معناتها مرض وراثي ولا لا؟ واثنين معناتها المرض هذا يبرى في العاده يبرى بسهوله ولا لا؟ وهل انه السبب نتاع المرض هذا فقط هو العدوى، انه معناها خاطر امك ولا اختك ولا حد معناها كليت انت شويه فرد مغرفه، ولا والا عنده اسباب اخرى المرض هذا؟ هو ماهوش مرض وراثي، هي مرض انفكسيو جرثومي، يعني يتعدى من انسان الى اخر كما قلنا بالريق. يعني الانسان يتولد ما عندوش الجرثومه هذه وياخذها كما قلنا من الوالد من الوالده من الخوات من الناس المقربين المحيط العائلي اللي عايشين فيه. مش الناس الكل مش يعملوا قرح، ومش الناس الكل خاصه مش يعملوا مرض خايب في المعده. فما قابليه جينيه وراثيه، فما قابليه زاده محيطيه، فما ناس فما انواع من الملح. انتم كنتوا تحكيوا على الملح، احنا ما نحبوش الملح يعني في قالتها دكتور بن سوسي احنا ما نحبوش الملح لعده الاسباب. ولكن يعني فما انواع من الاملاح اللي تنجم تكون عندها علاقه بالمرض الخايب، واللي كي تلقى فما جرثومه اون بلوس جرثومه الليكوباكتير بيلوري هذيا تنجم تعطي يكون يعني المرض الخايب على 40 50 سنه. راه ما نحكيوش على مرض خايب
يتكون في نهار وليله. ما انت نحكيو يعني فما قابليه جينيه ومعاها عوامل محيطيه كما نوع من الاملاح، الدخان، الناس اللي تتكيف، فما مجموعه من العوامل المحيطيه وتزيد معاها جرثومه، وقتها نوليو الالتهاب هذا يتطور ويعطي نقولوا احنا دي ليزيون بري نيوبلازيك بري كانسيروز، معناتها فما معناتها في التيسو في الغشاء نتاع المعده بوادر نجمو نفيقوا بهم نحنا ونقولوا الانسان هذا عنده قابليه نهار اخر باش يعمل مرض خايب، وانسان اخر لا جرثومته من نوع. وفما جراثيم كي سون بلوز اغريسيف، معناتها خايبين اكثر من جراثيم اخرين. يعني فما يقولوا دكتوره وانه معناتها اكثر علامه يقولوا اكثر علامه، قبيله حكيت على القرح، حكيت على التهاب وكل، لكن عند عامه الناس معناها ما عندهمش بشوفوا مثلا غاديو ولا ما همش منش مطلعين احنا كما يلزم، فيقولوا انه اول علامه هي البالونمون، معناها تولي عندك بوكود غاز، تولي ما عادش تهضم مليح الماكله والجير يكثر. فالحقيقه العلامات هذه هي بيدها تحكي على امراض اخرى. هل الكلام صحيح هذا؟ هل انتم كطب معناها تاكدوا الكلام هذا، ولا بالنسبه لكم العلامات هي حكاية أخرى؟ هو بعيد. في الحقيقة يعني هو سؤال متشعب شوية، ما أنت صعيب علينا حتى احنا كأطباء في الحقيقة، خاطر ما فماش عارض وحيد يعطي تبع مرض معناتها معين صحيح بالضبط. يعني كما قلنا من الاول الجرثومة هذه والالتهاب المزمن في الغشاء نتاع المعدة لا غاستريت كرونيك اي ليكوباكتير بيلوري في غالبية الأحيان ما عندهاش عوارض، ما تعطيش عوارض باش نطمنوا الناس اللي اكثريتهم انفكتي. وحتى كي يبدا عنده عوارض هو ماسر، هو ماذا بيك عندك عوارض وتفيق بها. صحيح هو ويقول لك اسمع تعدى على واد هرهار وما تعداش على واد ساكن. صحيح دوركم انتم بالضبط، معناتها التوعيه نتاع المواطن. اما من حيث العوارض ما فماش عوارض عارض خاص بمرض الخايب وعارض عوارض خاصه بمرض عصب في المعده، يعني سيتان فيسو دارغومون نقولوا نحن. هذا بالنسبه للسؤال نتاعك الثاني، والسؤال الثاني وانه قلنا يبرى ولا ما يبراش، اكيد يبرى معناتها الحمد لله، ولو في خطورته ولو وقت اللي يوصل لدرجات معناها مخطره شوي. احنا ماذا بينا ما نوصلوش لدرجات طبعا، لكن نحكي احنا هو يبرى، لكن فرضا ما انت قلت فيه معناها فيه مراحل وانواع وكذا، حتى لو كان احنا في النوع المخطر فيه دواء فيه حل كي يبدا ما خلطنيش للمرض الخايب. اول حاجه وانه هي جرثومه، دواء جرثومه هو مضاد الجرثومه، سي دي زانتيبيوتيك. بالنسبه للجرثومه هذه بصفه خاصه نعطيو ثلاثة مضادات نتاع مع بعضهم نتاع جراثيم مع بعضهم، ومعاه دواء يغلف المعده ويخلي المضادات يخدموا في وسط المعده وين فما برشا حموضه. يعني اربع دويات توا الوقت الحاضر، دواء يتبدل انت ولا معناتها مع الوقت، خاطر ديما فما يعني نقولوا احنا دي ريزيستانس وز انتيبيوتيك. فتوا الوقت الحاضر 3 انتيبيوتيك ومعاهم دواء ينحي الحموضه مده 14 يوم حسب التقريب هكا، معناتها هذا الكوكتيل اكتوالمون اللي نعطيه. تعطيو مثلا انت ولا الناس اللي تسمع فينا وتنجم تكون عندها جرثومه في المعده وين في بالهاش. صحيح هذا هو. وعايش معاها. بالضبط. نعطيو نصيحه عامه، نجمو نعطيو نصيحه عامه باش حتى لو كان هي موجوده يتعايشوا معاها بطريقه اسهل. الوغ النصيحه الاولانيه المهمه يظهر لي انا اول لو بروميي ميساج، وانه كان انسان عنده شكون في عائلته المقربه، بوه، امه، خواته، بروميي دوغري، لي بارون بروميي دوغري، اللي عملوا مرض خايب في المعده، عندهم مرض خايب في المعده، العائله يلزمنا يعني الناس هذوم العائله المقربين يلزمنا نلوجوا لهم الجرثومه هذه بكل الوسائل، يا اما بالدم، يا اما في الهواء اللي يتنفسوه، يا اما في تاثير الماء الكبير، يا اما بالكاوتش وبالفيبرو. يلزمنا نلوجوها ونقتلوها ونسكروا الملف، نسكروه، معناتها ما عادش نحكيو على جرثومه وعلى مرض خايب في المعده على قليله. بالنسبه للناس يعني هذا هو، مش باش نمشيو نقتلوها عند انسان عامه الناس، انسان عمره ما شكى من المعده ما فماش علاش، ولو اماك هو يحب يمشي يقتلها. يعني فما ناس فما سايكزيست البرة، فما ناس يقول لك انا سمعت على الجرثومه هذه نحب ان نتخلص منها، مش لازم يعمل فيبرو. يعني فما طرق اللي تخلينا نلوجوها الجرثومه هذه من غير ما يعمل لك الكاوتشو نعملوه وقت اللي فما عوارض.
عوارض نتاع قلق في المعده، قرح والا عوارض اخرين. بخلاف هذا معناتها احنا والعوارض، احنا وانواع العوارض. دكتوره شكرا لك، يعطيك صحة. كنا محتاجين انه نسمعوا على شنو السر وراء جرثومه اللي في المعده هذيا، خاطر يشكو منها سورتو الكبار توا، بوتيت خاطر الصغار ما جاش لبالهم، يمكن مازال معناتها نفحى بروحي يقول لك انا نبلبس في الماكله وانا كذا، هذاك علاش عندي القلق هذا. لكن اليوم انا يطمني انه 70% من حالات نتاع جرثومه المعده هي حالات معناها يسهل التعامل معها وايضا سهل انه نبراو منها. دونك شكرا لك دكتوره لميا قلال، استاذه في امراض المعده والامعاء ورئيسه قسم بمستشفى محمود الماتري. قبل ما نختم معاك انا نسلم على الفريق اللي يخدم معاك في مستشفى محمود الماتري، وان شاء الله نجيو نزوروكم بالكاميرا ونوريو للناس القسم هذايا، خاطر انا وقت اللي دخلت دايغ اول كلمه قلتها لك قلت لك كاين في كلينيك مانيش في سبيتار، خاطر النظافه والتربيه والاخلاق نتاع الناس اللي قاعده تخدم والابداع. انا نذكر نهارتها وراوني كيفاش معناتها اخترعوا وحدهم لبسه معناها للناس اللي باش يدخلوا يعملوا الفيبرو وكل باش ما يبداو مرتاحين واليز وكل شيء، معناها خذوها من المستشفى من برا، خذوا الموديل هزوه الخياطه في تونس، معناها وحدهم لقاو عرفت كل من لا شيء واحد يخلق شيء. فما نجمو كان نحترموكم كفريق ونحترموهم زاده هما كناس قاعدين يخدموا فرصه نحييوهم، خاطر هما جنود الخفاء في الحقيقه، البيرسونيل دو لا سانتي من المنظفه للعامل يعني الانفيرني، هما اللي يخدموا هما اللي تحيه كبيره فوق يعني انا نتذكر وقت اللي حكينا قلت لي احنا الطب ولا معناها موجودين بلوز او موان الطاقم اللي معنا لي اسيستون والممرضين موجودين، لكن يمكن عامل النظافه مش موجود برشا ومعناها كل واحد عنده خدمه عوان معينه هما اللي ماهمش موجودين برشا. رغم هذا بلاصه نظيفه ياسر دايوغ في محمود الماتري، معناها خاطر زرت اكثر من بلاصه، ان شاء الله بقيه لي سيرفيس يكونوا كيما سيرفيس تاع الامعاء. جديد على خاطر هذا جديد، هذا جديد مع على كل حال مستحضرين عليه طون دو ان شاء الله المواطن زاد يعاوننا، خاطر يد واحده ما تصفقش منا ومنا، هذا هو معناها. ان شاء الله زاد فيكم انتم يعطيكم الصحه يعني هكا، وانكم تتلهوا وتشوفوا توريوا الحاجه الباهيه، زاد فماش كان الخايب، لا فماش كان الخايب، نستحقوا تشجيع ونستحقوا ان خاطر لي تون سون ديفيسيل بارتو، دونك يلزمنا تشجيع. هو حتى وقت اللي شفت لي سيرفيس الاخرين كان ملاحظه عامه من بقيه لي سيرفيس اللي سمعتهم يحكيوا الكل، يقول لك احنا مرحبا به المواطن، يقول لك احنا ماخذين سمعه خايبه، يقولوا يكشوا ياسر وحتى شيء ما يعجبهم ويخليونا لاخر وقت ويقولوا لنا تو ما عادش بكري واخرجوا كذا، لكن انا نحن نخدموا في ظروف صعيبه ورانا نخدموا في فوق طاقه استيعاب المستشفى، وراهو ماكينات ساعات تقفلنا بان وراهو ساعات ماكينات ما عندناش بالكل. هذيك علاش نرجعوا كيما بدينا اول حصه بدينا مع المجتمع المدني وان داي وان دريم، اللي نعاود نقول له راكم اليوم تلعبوا دور كبير ياسر في تونس. اكيد اكيد اكيد. شكرا لك دكتوره لميا قلال، ميرسي بوكو اللي اشتبه حدانا. نحن باش نخرجوا تويكا فيتيغ في التجميل، لي روبورتاج نتاع التجميل احنا راهم يفوتوناش. في اللي تكنيك تاع البيلينغ اللي هو تقشير الوجه فما برشا انواع، لكن فما نوع جديد 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 مازال كي دخل تونس اللي هو لو بيلينغ او شاربون. شنو حكايه البيلينغ هذا او شاربون؟ شنو المنافع نتاعو؟ كيفاش يخدم؟ نشوفوا في الروبورتاج هذايا وانا على شيء. دونك اليوم باش نحكيو على تقنيه البيلينغ وشاربون، هذا بيلينغ اللي عامل البوز شويه، برشا الناس تحكي عليه تحب تعرف شنو هو بالضبط، شنو يعمل، شنو لي زيفي نتاعو، كيفاش يتعمل، خاطر شافوا حتى دي ستار عاملينه دونك برشا يتسائلوا عليه. دونك عندنا باسيونت اللي هي بالبشره نتاعها، دونك هذا باش يعاونها باش تزيد تتلهى بها، اش معناتها باش يخليها تتغذى اكثر، باش يخلصها من الخلايا الميته. لافونتاج نتاع البيلينغ والشاربون اللي هو عنده لي في ليفتينغ اللي هو يكبس شويه، دونك عنده ان افي انتياج به برشا، هذا لافونتاج بارابور او زوتر بيلينغ. دونك عندنا المدام قدامنا باش نظفوا لها البشره نتاعها كالعاده، التنظيف بيصير ببرودوي سبيسيال باش يعاوننا باش البينينغ يعطي افي خير. ديما نقولوا العناية خير من العلاج، وهذا يخلينا فريمون نعتنيو بالبشرة نتاعنا باش هكاكا نحسنوها
ونحصلوا اللي فيه ليفتينغ اللي احنا ديما نلوجو عليه. بيان سور ليكلا حاصل خاطر برشا يسالوا على ليكلا، سادون ليكلا تحس البو مغذيه مليح، لي بور مسكرين ومكبوس اخير من قبل. باش نبداو لابليكاسيون تاعنا، باش ناخذو البيلينغ سي ان بيلينغ او شاربون، دونك هذاك علاش اكحل داير حتى تشم ريحة الشاربون. حاطين البيلينغ نتاعنا، البيلينغ هذا يقعد بين 10 دقائق ونص ساعه سولون نوعيه البشره نتاعنا. دونك توا بعد ما غسلنا الوجه غسلته بالقدا اون فيت ما يتنحلناش بالكوتون، دونك الباسيونت لازمها تغسل وجهها مليح وجهها ورقبتها دايوغ، باش نحطو نوتراليزور. نوتراليزور هذايا اللي قلت لكم من الاول باش يقعد 6 سوايع، اللي هو سان نوتراليزور، دونك يوقف لي فيم تاع البيلينغ اي اون ميم طون يعمل لي في ليفتينغ. دونك خدمتو سبيسيال لازم نخدمو ديما ونطلعو الفوق. ديجا كي باش يشيح هو باش تحس وجهها ليفتي شويه. كان لاحظتوا ما فماش حاجه كبيره ظاهره، اون بتيت روجور شويه حموريه اللي تتنحى فيسا، يبدا يظهر بشويه بشويه الريزولتا نتاعو تبدا تظهر او فور ا ميزور دو طون. فوالا ديجا احنا بينا ما عادش نجمو نعمل لابليكاسيون خاطر بدا يشيح. فوالا دونك هذا اللي تقعد بيه 6 سوايع وهكا نكونو كملنا البيلينغ نتاعنا. رجعنا بعد الروبورتاج، شكرا لك دكتوره خولة جبيري، وما زلتوا بشتروا برشا جديد معنا في عالم التجميل. نرجع ونقول مثالش ما تقلقوش مني انتم، خاطر انا مش باش نقلق منها الجمله ذيا، نحس هكا فخر وقت اللي نقولها، كي نقول اللي احنا لولانين افريقيا وعربيا في طب التجميل وطب الاستشفاء بمياه البحر. نقولها وانا شيخه معناتها قداش نقولها وانا فرحانه. دونك جديد الكل عندنا لهنا في تونس، راهو اسوامنا من ارخص الاسوام بارابور للعالم هذاك، علاش عندنا السياحه الطبيه بزايد. اليوم رينا البيلينغ او شاربون، ان شاء الله مره اخرى تكون حاضره بحضنا دكتوره خوله جبيري باش تعطينا مختلف انواع البيلينغ والكل بيلينغ، لان هي بشره يصلح اكثر فمش حاجه مصيبه هكاكا. ان شاء الله ديما مزيانين، ان شاء الله ديما حلوين. ديما نقول للمراه اللي تفرج فيا وحتى للراجل اللي يتفرج فيا كيف كيف على حد سواء، على قد ما نكونوا احنا كي نغزروا المرايه شيخين على رواحنا، فرحانين برواحنا، نحس البوم تاعنا وحدها هكا مشرقه، على قد ما واحد مزي بزي الطاقه لنهارو، انت شيخ على روحه، عامل جو على روحه، محليني، والله ما كبرتش، والله نظهر اصغر، والله البوم تاعي افتح. دونك شيخوا على رواحكم، اعملوا لازم باش تكونوا انتم مرتاحين مع رواحكم. صحه للناس الكل وعافيه يا ربي للناس اللي تفرج فينا الكل. نرحب بك حاذمي بالحاج اخصائيه في التغذيه، مرحبا. مرحبا بك ريم، يعيشك. فيتك برشا شيء. نشم في الريحه الزينه ديجا. انا نعرف لي انت وشيف انيس بن رزوقة تحطوا الراس على الراس في لي منو. نعرف اللي انتم معناتها تبداو جمعه كامله تخموا شنو هما لي منو اللي نجموا نعطيوهم للناس ويبداو بنين اولا وصحيين في نفس الوقت. دونك ذقت قبيله حاجه
عالميه عالميه برشا حاجات. برافو شيف والله العظيم برافو ليه. دكتوره قلت لك باش ناخذوا شنو ما اهم الوصفات واهم الاسماء موجوده في الميوباتي. قلت لي لا تحب نحكي على الفاكتور دو ريسك قدامك عمل ايش تحب تحب نحكي على الفاكتور دو ريسك معناتها بالعربي شنو من الحاجات اللي ينجموا يهزونا للحمره اللي باش نحتاطوا منهم. دونك اول حاجه لازمنا نداويو بذبيح. الناس الكل لازم تتفقد سقيها، مش لازم يستناو الوجيعه باش يقولوا اه فما بذبيح ولا اي. احنا ورينا قبيله تصاوروا قلنا عليه بذبيح اي سورتو معناتها الناس اللي تصلي. فما ناس تقول لك لا من الوضوء، لا ماهوش من الوضوء، توضع على روحك ونشف سقيك بالكدا وكان لازم حتى بالسشوار. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يلزمنا نرطبوا سقي كسوا ديابيتيك ولا ماهوش ديابيتيك، معناها دي كريم حتى زيت ترطب ساقك. رطب ساقك ما تخليش هكا التشققات، على خاطر التشققات هذيك باب تنجم تدخل منها البكتيريا. الحاجه الثالثه اللي نلقاوها برشا هي مشكله السمنه. السمنه تنجم تكون هي سبب انه نمرضوا بالحمره بيان سور. اذا فما اون بورت دونتري، اذا فما معناتها ثقب في الساق ولا كما قلنا في البول ثقب، معناتها اون ليزيون، معناتها تنجم تكون جرح حتى صغير، فهمت؟ كما قلت لك حتى بيكور دانسيكت. السمنه تخلي البكتيريا هذه تعيش اكثر او فيسع او اسرع. واضح. به اهم الاسماء اللي موجوده في الهوميوباتي. في الهوميوباتي فما سريبتو كوكسينوم 9 سي اش نجم. اما هذوما نقولهمش فرق سريبتو كوكسينوم 9 سي اش سريبتو كوكسينوم هو جاي من البكتيريا اللي هي سريبتوكوك. فوالا داكور. دونك سريبتو كوكسينوم اون 9 سي اش اون 9 سي اش نجمو ناخذو اون دوز دي كو نشوفو الحمره هذيك. الحاجه الثانيه هي لي بار سولفيريكوم اي بار سولف نقولو اون 9 سي اش نجمو ناخذو سامحني اون 15 سي اش ناخذو 5 حبيبات الصباح و5 حبيبات في الليل مده 8 ايام. واضح. نجمو ناخذو سيليسيا اون 15 سي اش هذه وقايه. ريم من الاسباب اللي نجمو تجينا الحمره هي فما ناس عملت قبل الحمره، فما برشا ناس قاعده تعمل في الحمره اغيبيتيسيون، معناتها يمرض ويعاود يمرض ويعاود، فهمت؟ سورتو هذه ترجعوا نرجعوا لمشكله المناعه. المناعه وفما حاجه اخرى تتحير اكثر باغ اكزومبل في الصيف هي مشكلتك اللي احنا نقولوا لانسفيزونس فينوز، معناتها مشكلة دوران الدم. صحيح. الدم ما يدورش كما يلزم في البدن. صحيح. وهذيك وقتاش تلقاه يا فما مشكله في العروق، هذيك علاش نسمينها انسفيسونس فينوز، معناتها الدم ما يدورش بالكدا في العروق وسيرتو في الساقين، والا لاسيدونتاريتي تلقاها نهار الكل في الفرج، مراه كبيره ولا راجل كبير. دونك هوني ناخذوا سيليسيا اون 15 سي اش، نجمو ناخذوا اون دوز بار سومان. باهي. هذوما في الهوميوباتي. باهي. نمشيو للاروماثيرابي. الاروماثيرابي هي زيوت روحيه، نجمو ناخذوا وصفه باغ اكزومبل ناخذوا 4 مليلتر من زيت الروحي نتاع الكالاتوس، ونزيدوا معاها 8 مللتر من زيت الروحي نتاع نياولي، النياولي العطري، نحطوهم في 60 مللتر من زيت نباتي نتاع ويل داموندوس. باهي. هذوما نعملوهم دي كومبريس ونحطوهم، لكن أكد هوني نحكيو على الفيتوثيرابي والاروماثيرابي والهوميوباتي، لازم استشارة طبيب ولازم الدواء نتاعها الحمرة الانتيبيوتيك. هذوما معناتها دي تريتمون يعني مصحبي. حبيت تقول راني انا اليوم كدكتوره نحكي على الحمره ونعطي فيكم في حلول في الهوميوباتي وفي الفيتوثيرابي، اما مش ما تستعملوش هي الاولى. صحيح. الاول هو الانتيبيوتيك نتاعك هو طبيبك ساعه. ايه. اثنين تستعمل هذوما مع دواء طبيبك. وانا نزيد عليها دكتوره لخطوره المرض، خاطر احنا كي نقولوا نجم يوصل للموت معناها مش حاجه سهله. دونك حتى الفيتوثيرابي ولا الهوميوباتي تاخذها مع طبيب، ينجم الطبيب يمشي لك ديريكتومون للحاجه اللي سبت لك انت الحمره ويعطيك دواء في الفيتوثيرابي ابروبري ليها هي تحديدا. بيان دي ريما، على خاطر كيما قلنا سا ديبون من الاسباب، معناتها تنجم تكون مثلا هو ديابيتيك، ينجم يكون عنده مشكله نتاع تونسيون، ينجم يكون عنده مشكله نتاع عروق، معناتها هذاك يلزمه هوني دواء مثلا نتاع هوميوباتي ولا نتاع اعشاب اللي باش تحسن له السيركيلاسيون هذيك باش ما يمرضش من القدام. دونك في الفيتوثيرابي فما برشا حاجات نجمو نعطيو باغ اسامي. باهي. نبداو بالبغدان اللي هي الارقتيوم، نجمو ناخذو سوفارم حبيبات 200 ملغرام في اليوم، هذيا باش تعاون نعملو ان دريناج معناتها للجلده، وباهيه تنقص علينا الحموريه، وان بلوس عندها اكسيون على الكبده.
النبته الثانيه احنا شنو قلنا الحمره قبيله قلنا السخانه قلنا الاحمريه وقلنا الوجيعه لكن تعطي انتفاخ زاده في الرجل ولا حتى في الوجه. نعطيو البيسونلي اللي هو الديفاف نتاعنا موجود وحطيت تصويرته معناتها البيسونلي باش يعرفوه دونك فيها النواره الصفراء هذاك نجمو نستعملوه مستحلب تغلي الماء وتحط بقيمه 20 غرام معناتها جوست الماء يغلي وترميها وتخليها من بعد 20 دقيقه ومن بعد تشرب منها مرتين في النهار ولا ثلاثه باش يحاول ينقص لنا الانتفاخ هذاك والحموريه بشوي بشويه تنقص. نبتة أخرى هي الفيولا تريكولور اللي هي فيولا ثلاثة ألوان بونسي سوفاج بها برشا كيف كيف للجلدة ناخذ منها 200 ميلي جرام في اليوم هذوما باش يعاونونا مع لازم ناخذ نبتة معروفة برشا الفينيو روج معناتها الكرم الأحمر باش يعاوننا على السيركولاسيون في السقيم. شكرا لك دكتورة إيمان بالسوسية يعطيك صحة ما فيش الحديث مازال مازال ونعرف لي أنت عندك غرام كبير بالتغذية دايوغ تقول ديما تقولها تقول كل مرض عنده ماكلته معناها لو نركزوا مليح في الماكلة نجموا نمنعوا رواحنا من برشا حاجات. اليوم معاك حذامي بالحاج أخصائية في التغذية باش نرجعوا لكوجين الشيف وأنا نقول لك اليوم عمل لنا كل شيء بالبرتقال أباز دورونج إيه كل شيء بالبرتقال فعلا دونك شنو تنجم تقول لنا أنت؟ على البرتقال اللي برشا ناس تقول لك ما ناخذوش خاطر بيت نفاق. بون صحيح فما برشا ناس تقول لي هو ما تحبش تاخذ البرتقال علاش على خاطر تبيتهم فاقين علاش خاطر هو غيش اون فيتامين سي. بون احنا باش نحكيو على البرتقال من الاول اللي هو من مجموعه الحمضيات برتقال بومبلوموس ميدالينا انواع. ذكرتي في البومبلوموس شايف ان شاء الله معناتها لازمنا نحضروا حصه على البومبلوموس. وي راهو معناتها نرى في دي غوسيت في الفيس في الـ في, الـ في الانترنت ونقول زعما يا ربي تطلع بنينه. اليوم عندي شيف انيس برزوقه كلمه زعما ما عادش ممكنه ممنوعه كلمه زعما فما شيف يقول لي اي ممكن ولا لي راهو ماهوش ممكن كل شيء ممكن باهي شيف دونك نرجعوا انها هي كيف بومبلوموس كيف القارص كيف كلهم حمضيات كلهم حمضيات كلهم من مجموعه الحمضيات الحمضيات هما هذوما معناتها من الاشجار المثمره برشا بطبيعه يتميزوا بالريحه البنينه ويتميزوا بالكولور المزيان برشا دونك ديما الكولور اورانجي جون والكل دونك هما تلقاهم ديما ريش ان فيتامين سي البرتقال والليمون كلهم غيش ان فيتامين سي كدرجه اولى بطبيعه مع الفيتامين سي فما برشا فيتامينات اخرى كيما الفيتامين او الفيتامين بي والفيتامين ا اما خاصه نلقاو موجود بكثره الفيتامين سي نلقاو زاده الاملاح المعدنيه كيما المغنيسيوم كيما البوتاسيوم بدرجه عاليه جدا علاش هذيك علاش احنا اليوم عملنا الكونفيتور مربى بطبيعه ما ننساوش الجماعه اللي هما عندهم لانسوفيزونس رينال ما ينجموش ياخذوه معناتها يقشروه والا ما ينجموش ياكلوه يشربوه عصير والا ياكلوه هكاك مقشر ينجموا ياخذوه كونفيتور بيان سور كي تيب نتنحاو منه الكونتيتي نتاع البوتاسيوم ا كونديسيون التيب نتاعو ما يكونش كيما احنا طيبناه اليوم هذا خصيصا للناس اللي عندهم انسوفيزونس رينال قصور كلوي ما ينجموش ياخذوه طيب كيما احنا اليوم يلزم يغليوه في الماء 2 à 3 fois باش الكونتيتي نتاع البوتاسيوم اللي موجوده فيه تتنحى في الماء هذاك دونك يغليوه من الاول في الماء يغلي في الماء يبزع الماء عاود يغلي عاود يبزع بعد هذيك التغليه الاخرانيه هي اللي هذيك هي اللي باش تكون نتاع المعجون نتاعنا هذايا بالنسبه للعبيد اللي هما عندهم انسوفيزونس رينال خاطر كيما قلنا فيه برشا بوتاسيوم دونك نمشيو توا للمنافع نتاعو اللي هي لا تحصى ولا تعد نبداو اول حاجه اللي هو غيش اون فيتامين سي دونك يقوي المناعه نتاع الجسم بطبيعه احنا نحكيو على الحمرة اليوم فوالا دونك هو يقوي مناعه الجسم بدرجه كبيره جدا يقوي المناعه نتاع الجسم زيدا يحمي من الانفلونزا والبرد احنا توا عنا جايين قادمين على فصل الشتاء وغريب ونزلت برد والكل دونك هو يحمي من الانفلونزا ويحمي من البرد فيكو هو غيش اون فيتامين سي كيف كيف زيدا نلقاو فيه عديد الأملاح المعدنية اللي هي تعاون على الإمساك العبيد اللي عندهم كونستيباسيون كي ياكلوا البرقدين يقشروه وياكلوه بطبيعة باش ناخذوا الأبيض نتاعو هذيك الغشاء نتاع البرقدينة من داخل هذيك الأبيض هذيك هو غيش أون فيبر مليء بالألياف الألياف المعدنية تعاون على العبيد اللي عندهم الإمساك
تسهل بطبيعه تسهل الطبيعه برشا برشا برشا. كيف كيف زايده هو مضر للحليب بالنسبه للنساء المرضعات اللي يرضعوا اللي عندهم صغار وكل يرضعوا يحتاجوا الكميه من الفيتامين سي اكثر من سي العاديين، يحتاجوا في النهار من 115 الى 120 ملي جرام من الفيتامين سي. دونك ننصحوهم باش يشربوا برشا كسوة عصير والا ياكلوه حتى كي يقشروه ياكلوه هكاك. حاجه اخرى زاده ريم، هو يحتوي على الاسيد سيتريك. الاسيد سيتريك هذايا نعرفوا اللي هو يرفع مستوى حموضه البول. دو فاسون العباد اللي عندهم حجر في الكليوي، الحجر في الكليوي هذاك يجي وقت اللي يبدا فما انخفاض في مستوى الحموضه في البول. دونك هو يرفع من مستوى الحموضه في البول، يصير هكاك تفتيت للحجر هذيك نتاع الكلي وتخرج في البول. انا شنو تفقد للشيف؟ تفقد الشيف على خاطر فقدته انه كل شيء يكمل بالنسبه للشيف. و واقف معناها زين لنا تو. انا كان نقول لك اكثر حاجه مقبله وانا شيخ عليها شنية تو تبهت حسب رايك اللي هي هذه اكلي سيد كامل عصير البرتقاله شفتوها السيد كامل عصير البرتقاله يقول لك كلام لا وحش نهزها معناتها نتفرج في فيلم وانا نوسع في بالي. طبيعه زاده حاجه اخرى القشره نتاع البرتقالين زاده ما نلوحوهاش راهو نستعملوها في برشا حاجات نجمو نستعملوها كيما شفنا غاديكا انفيوزيون كي نحطوها انفيوزيون هكيكا اكثر حاجه تنجم تعاوننا على الضعف نجم تعاون بيان سور العباد اللي يعملوا في دي ريجيم ويحبوا يضعفوا ياكلوا البرقدينة خاطر فيها كونتيتي كبيره نتاع ماء ومن بعد القشره نتاع البرقدينة هذيك يعملوها انفيوزيون يزيدوها شويه جنجمبر يزيدوها شويه قرفه ينجموا حتى ما يزيدوها حتى شيء ينجموا يعملوها انفيوزيون يحطوها ويصبوا عليها الماء سخون ويشربوها تعاون على حرق الدهون. اما اكونديسيون ريم احنا نعرفوا اللي البرتقال هذيك مشري معناتها دونك يبدا مشري نزيدوه لي بيستيسيد ونزيدوه برشا حاجات اخرى مداوي كيما نقولوا احنا مداويه. دونك القشره نتاعها البرانيه هذيك ما نجموش نستعملوها كاين كي تبدا نبداو متاكدين منها اللي هي برتقينه مزروعه في بلاصه نعرفوها. اما باش نشريوها تبدا برتقينه مداويه نحاولوا القشره نتاعها هذيك ما نستعملوهاش مبشوره وحدها معناتها ما نستعملوهاش من غير ما نغليوها معناها باغ اكزومبل العباد اللي باش تعمل كيك بالقشره نتاع البرتقين يلزم يبداو عارفين اللي المصدر نتاع البرتقينه هذيك مش مشريه هكيك معناتها مداويه يلزم يبداو مثلا مزروعه في الدار عندهم مش منا برشا عايش في البرتمان شو نعمل على صحه العبيد تو هكا تو حبيبي تو هكا تو اللي يعيش في البرتمان شو يعمل يزرع في البركون البرتقي مثل اللي يغليها يحطها في الماء ويغليها صحه انا حاسدتكم على الشيف اللي بحذاكم هنا صحه حاسدتكم عليه ليش بحذينا التلفزه غادي الشيف سايب عليك سيدي يعطيك الصحه شكرا لك حبيبي بالحق شكرا لك دكتوره اه لي لحظه عاد شنو شكرا لك مش باش نختم انا هذا شنو هو؟ هذا انفيزيون هذاك معناها انت كي قشرت طيبنا الشيء عملته ديكوب معناها من غير غسيل عجبتني من غير غسيل معون معناها هو يهز ياكل يلوح غير يلوح شوي يلوحش يحطها انفيزيون ياسر فكره حلوه وسينو اللي قشر القشره هذيك نعملوها انفيزيون انفيزيون تصور انفيزيون تاع برتقال ياسر بنينة وبنينة وضعفت ولي بنينة مرتين عنده خصائص تجميلية زي دارين نجمو يعملوا دي ماسك يعملوا بيه ماسك احنا ان شاء الله للسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا واللي طلبوا منا قالوا لنا وينهم لي ماسك ناتشورال تاع عمناول قول لهم لي ماسك ناتشورال تاع عمناول ان شاء الله نبداو معاكم الاسبوع القادم ما يفوتكم حتى شيء معنا لهنا دونك ميرسي بوكو شيف ايوه عملتها برتقين و هذا صوص لورانج اللي قلنا عليه وهذا صوص بلونش اللي قلنا عليه صوص اورانج هذايا انت عصرت برتقين وقارص وموطاغ بالضبط ملح فلفل اكحل بالضبط شوي ثوم وهذايا المعدنوس عملت معدنوس وبصل ثوم كريم فريش كريم فريش ولا ولا جبن ابي ولا فرونج بلون وسلطتك عملتها جره خيار وجره برتقال بالضبط واللي يحب يعمل جره خيار وجره طماطم بالضبط كيف واللي يحب يعمل ليتو انا حطيت الطماطم والكونكومبر والاورانج دونك هذوما ثلاثه مارياج مع بعضهم يعطيو جو بنين ياسر شيف انيس برجزوقه يعطيك الصحه مرحبا برافو 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 قاعده تغرم فينا بكوجينا احنا معناها لساني يذوق والعين تاكل يعطيك الصحه والله تقرب لنا في كوجينا احنا مستبعدينها قبيله وانا نحكي وانا والشيف
قال لي ريم راه حتى الكفتيجي باش نخدموا في الكوجين هذايا، وباش نخدم الكسكسي، وباش نخدم اللبلابي، وباش نعملوا للناس كل شيء، يعني كل شيء تنجم تاكله وتنجم تاكله صحي. وين هنا في الصحه والناس مع الدكتور مع الشيف انيس برزوقه، وراكم طب انتوما معناتها شيخر شيخر تولي طب. ميرسي بوكو شيف انيس برزوقه، ميرسي دكتوره ايمان بن سوسيه اللي كنتي زاده حبيبي بالحاج، يعطيك الصحه. نحب نشكر الدكاتره اللي كانوا معنا، دكتوره لميا قليل، صفوان موسى زاده حضروا معنا من بدايه الحصه، ومره اخرى نقول برافو لجمعيه وان داي وان دريم، دخلت معناها اباغي نتاع راديو للقلب القسم امراض القلب للاطفال، ودخلوا اباغي اخرى القسم جراحه القلب بالنسبه للاطفال، ومازالوا عندهم مشاريع اخرى وحسنوا من السيرفيس بكل. دونك برافو لهم. انا نقول ان شاء الله ليلتكم زينه الناس الكل، ان شاء الله تقضوا على صحه وتقوموا على صحه وعافيه، وتابعونا في الصحه والناس كل نهار خميس التسعه متاع الليل على الوطنيه 2. صباح الخير.